بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكل مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير. مساء الخير على كل جماهير النادي الأهلي في كل مكان، وحلقة جديدة من برنامج كلام في الميديا. بالتأكيد حلقة النهاردة كمان هنتابع فيها تفاصيل مهمة والاستعدادات الأخيرة لفريق النادي الأهلي خلال المرحلة القادمة، استعدادا لمواجهة المقاولين العرب، مباراة يوم الأربعاء القادم، مباراة تحديد المصير قبل الختام إن شاء الله، وقبل الجولة الأخيرة يوم الأحد القادم مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في استاد برج العرب. طبعا الكل بالتأكيد تابع امبارح نتيجة مباراة الزمالك أو نتيجة مباراة الجونة والزمالك. المباراة كانت بتقام على ملعب نادي الجونة فانتهت بالتعادل الإيجابي 2-2. مهم جدا نأكد على عناوين محددة خلال الفترة القادمة. حتى هذه اللحظة الدوري ما زال في الملعب، حتى هذه اللحظة والورق وتفاصيل المباريات وكرة القدم بتفاصيلها بجزئياتها لسه في كلام كتير خلال الفترة القادمة. ممكن يكون ظروفك أو طموحك في الفترة القادمة خلاص بتقترب من الفوز باللقب أو بتقترب من الفوز بالدوري العام، لكن حتى هذه اللحظة وعلى الورق وبعدد النقاط وبالمباريات المتبقية لسه الدوري ما اتحسمش. ليه بنقول ده؟ لأن كرة القدم علمتنا دايما أنها بتدينا دروس في أوقات بتبقى حساسة وأوقات بتبقى فيها مباريات عصيبة وبتبقى خلاص قريب جدا من اللقب، قريب جدا من البطولة. صحيح مباراة المقاولين القادمة يكفيك الفوز، لكن الفرحة بالفوز بالدوري مش هتحصل إلا مع صفارة الحكم في النهاية وانت محقق نتيجة إيجابية. حتى هذه اللحظة من النهاردة لغاية مباراة المقاولين الدور الإعلامي، دور الجماهير كمان، لأن طبعا اللعيبة والكل بيبقى بالتأكيد موجود على السوشيال ميديا، هو الدور الإيجابي، الدور الإيجابي اللي احنا نقول للكل إن لسه المباريات حتى هذه اللحظة لم تحدد أو لم يتضح من خلالها مين هو بطل الدوري. فرصتك أكبر ووصولك للقب الدوري رقم 41 بالنسبة للأهلوية هو الأقرب. الأهلي خلاص على مسافات قريبة جدا من الفوز ببطولة الدوري، لكن الجزئيات اللي احنا بنأكد عليها إن خلال الساعات القادمة دورنا ودور الجماهير كمان مع لاعبي النادي الأهلي إن احنا نقول إن لسه في 90 دقيقة مع فريق المقاولين في استاد برج العرب. المباراة صعبة جدا. نادي المقاولين من الفرق اللي عملت هذا الموسم نتائج متميزة، بيقودها فنيا مدير فني محترم كابتن عماد النحاس من مدرسة النادي الأهلي، وعارف يعني إيه يلعب بروح وبشرف وبجدية حتى لو المباراة بالنسبة له ليس لها أي معنى أو خلاص حقق المطلوب أو الدوري بالنسبة له انتهى، فاز انتصر اتعادل خسر بالنسبة له النتيجة هتبقى واحدة. فبالتالي المباراة بالنسبة لنا مباراة حيوية، مباراة مصيرية، الدوري لم ينتهي، الأهلي لم يفز باللقب بعد، وبالتالي خلال الساعات القادمة دورنا الإيجابي شحن اللاعبين، تجهيزهم للمرحلة القادمة، تجهيز الفرحة إن شاء الله بإذن الله تكون بعد هذه المباراة، لأن الانتصار يكفي الأهلي بإذن الله للفوز باللقب ولقب غالي. فرحة الجمهور بالتأكيد الجمهور نفسه يسعد ونفسه يفرح بلقب الدوري السنة دي، لأن الجمهور معذور، الجمهور عايش مع النادي الأهلي على مدار موسم كامل، شاف صعوبات وشاف قرارات وشاف مواقف بيقول لك النادي الأهلي أكتر الفرق اللي واجهت صعوبات كتير على مدار الموسم، كمان كان بيواجه منافسين عندهم شراسة هجومية وشراسة في الاستعداد بالنسبة لهذا الموسم بالنسبة للناحية القروية. فبالتالي الجمهور لما بيفرح بيفرح من سعادته إن النادي الأهلي رغم كل هذه الصعوبات ورغم كل هذه التحديات قريب من الفوز بالدوري العام، لكن الدور المنوط به الإعلام والدور المنوط به جماهير النادي الأهلي خلال الساعات القادمة إن احنا نأكد إن لسه مباريات كرة القدم ادتنا دروس وادتنا مواقف سابقة، فلسه مباراة المقاولين قدامنا إن شاء الله 90 دقيقة، ومع صافرة الحكم في نهاية المباراة وإحنا منتصرين نفرح ونحتفل بإذن الله ببطولة الدوري بعد هذه المباراة. لكن حتى هذه اللحظة على الورق لسه المنافسة مستمرة، لسه البطولة لم تحسم، وحتى هذه اللحظة الكورة ما زالت في الملعب وبين أقدام لاعبي النادي الأهلي في المباراة القادمة. آخر مباراتين مباراة المقاولين مباراة الزمالك، وأحسن حاجة وأفضل حاجة في هذا الموضوع دايما تصريحات الجهاز الفني، حتى لو فزت مباراة المقاولين لا، أنت فكرتك أنك تفوز بالست نقاط بالمباراتين القادمتين لحسم الدوري وإنهائه بشكل جيد، وبالتأكيد تبقى أنت في الصدارة وفايز بالدوري وتستعد لغمار المنافسات في الموسم القادم. فبالتالي مهم جدا نأكد على الفترة القادمة، واللعيب عارفة ده والجهاز الفني عارف ده، إن المرحلة القادمة لا تهاون ولا استهتار وتركيز شديد جدا في مباراة المقاولين، إن هذه المباراة مباراة صعبة جدا باللاعب منافس قوي منافس محترم، وإحنا بالتأكيد هنكون سعداء جدا لما بنلاعب نادي المقاولين وبيلعب بكل قوته الضربة ومنافسة قوية وبيلعب مباراة كبيرة جدا قدام النادي الأهلي، لأن بالتأكيد بتسعد وأنت بتفوز بالمباراة قدام منافس بيلعب مباراة كبيرة ومباراة قوية عشان الفوز حتى يبقى ليه طعم وليه قيمة وليه انتصار، لأن دايما النادي الأهلي لما بيفوز ببطولة بيفوز ببطولة وهو عامل يعني إنجاز جيد جدا وعامل ريكورد
في الارقام القياسيه، سواء في عدد الاهداف، في عدد المباريات، في عدد الانتصارات. فبالتالي دايما كجمهور النادي الاهلي او اعلام النادي الاهلي بيسعد لما الاهلي بيفوز امام منافس قوي بيلعب مباراه قويه قدامه، عشان دي بالتاكيد بتبقى هي المبدا الفير بلاي او مبدا العداله ومبدا تكافل الفرص، ان كل الفرق تلعب كل مبارياتها بكل جديه وبكل قوه حتى اذا كانت المباراه بالنسبه لها تحصيل حاصل. طيب نروح بسرعه لاهم عناوين النهارده، عناويننا بالتاكيد فيها تفاصيل مهمه، وبنتابع كل ما يجرى في الساحه الرياضيه خلال الساعات الاخيره وبالاخص النادي الاهلي. الاهلي يوقع بروتوكول تعاون مع اليونيسيف لحمايه الاطفال. يونيسيف، شعبيه الاهلي الكبيره اجبرتنا على التعاون معه. الأهلي يواصل تدريباته استعدادا لمواجهة المقاولين الحاسمة. رمضان صبحي يتعافى من آلام العضلة الضمة ويعود للتدريبات اليوم. شريف إكرامي يعود لتدريبات الأهلي منتصف أغسطس. عامر حسين، تحقيقا لمبدا تكافؤ الفرص، القمه بدون جمهور. احمد حجازي قائد المنتخب في المعسكر القادم. العناوين فيها تفاصيل مهمة بخصوص هذه الحلقة، لأن الحلقة دي النهاردة فيها تفاصيل مهمة سواء استعدادات النادي الأهلي أو المرحلة القادمة بالنسبة كمان لمباراة القمة. لكن الخبر الأبرز قبل ما أدخل فيه أخبار النادي الأهلي وكلام الجرايد عن النادي الأهلي خلال الساعات الأخيرة، بالأمس كانت في اجتماع للجنة المسابقات بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم ولجنة التراخيص، وعلى هامش هذا الاجتماع أجريت مراسم قرعة دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية. قرعة دوري أبطال إفريقيا يمكن نظام التصفيات أو المباريات في هذا العام اختلفت شوية عن آخر حوالي 5-6 أعوام، لأن الأندية التي تم استبعادها من المشاركة في الأدوار التمهيدية لم تكن بخمس أو ست أندية كما جرت العادة من قبل. ثلاثة أندية فقط من دوري أبطال إفريقيا لن تلعب الأدوار التمهيدية، بالترتيب الوداد المغربي، الترجي التونسي، مازيمبي الكونغولي، حسب التصنيف في آخر 5 بطولات مع قلة عدد الفرق التي ستشارك في البطولات الإفريقية. فبالتالي عدد الفرق اللي هيلعب الأدوار التمهيدية ليس كانت بالمساحة اللي كانت موجودة في البطولات السابقة، يعني 29 مباراة بحوالي نضرب 29 في 2، يعني بتتكلم في حوالي 58 فريق هيلعبوا دور تمهيدي، 58 فريق هيصعد منهم 29 فقط لينضم إلى الثلاثي الوداد والترجي ومازيمبي للعب مباريات دور ال 32 في دوري أبطال إفريقيا، وتنطلق البطولة للتمهيدي في 10 أغسطس ودور ال 32 في منتصف شهر سبتمبر القادم. وبالتالي 29 مباراة ب 29 فريق هيتأهلوا إلى هذه الدور، إلى هذا الدور مع الثلاثة فرق التي ذكرتها، الوداد والترجي ومازيمبي. طبعا بطل الدوري المصري هو بإذن الله إن شاء الله يكون النادي الأهلي صاحب المركز الأول، هيلاعب فريق من جنوب السودان، الفريق بالمسمى بتاعه اسمه اطلع بره. ليها تفاصيل وكواليس هنحكيها في وقتها أول إن شاء الله ما تنتهي مباريات الدوري العام ويتحدد بإذن الله البطل بشكل رسمي ويكون إن شاء الله النادي الأهلي، هنحدد ونشرح تفاصيل فكرة اسم هذا الفريق لما يجي وقتها في الفترة القادمة. وصيف الدوري المصري هيلعب مع فريق صومالي اسمه ديكاداها، هذا الفريق بالتأكيد هيكون في مواجهة مع وصيف الدوري المصري. مباريات الذهاب في الدور التمهيدي أيام 9 و10 و11 أغسطس، ثم مباريات العودة بعدها بأسبوعين تحديدا أحد أيام 23 و24 و25 من شهر أغسطس القادم. طيب كرة الكونفدرالية اختلفت أكتر عن كرة دوري الأبطال. دوري الأبطال قلنا أن في 3 أندية بس هي اللي هتعفى من المشاركة في الأدوار التمهيدية، لكن قرعة دوري الأبطال في 11 فريق لن يشارك في الأدوار التمهيدية، مقابل أن في حوالي 42 مباراة هتتلعب في الأدوار التمهيدية عشان يصعد 21 فريق. ضيف ال 21 فريق على ال 11 اللي تم استبعادهم او اعفائهم من الادوار التمهيديه هيظهر في النهايه 32 فريق، وده القوام اللي هيبدا بيه بطوله الكونفدراليه. مش هخفى عليكم سرا، ثالث الدوري المصري هيكون له نصيب الحظ انه ما يلعبش الدور التمهيدي، مش هيلعب الدور التمهيدي رغم ان هو ثالث الدوري وهيلعب في الكونفدراليه، لكن هو معفي من المشاركه في الدور التمهيدي. الرابع نادي المصري هو اللي هيلعب الدور التمهيدي.
النادي المصري يمكن عنده مباراه مهمه ايضا كمان، يعني اذا تخطى فريق اتوال دو بطل الكونغو سيواجه الفائز ما بين شباب بولزداد والقطن التشادي في مرحله الدور ال 32. ابرز الانديه اللي مشاركه في بطوله الكونفدراليه من تونس اتحاد بن كردان، وده معفي او ده هيلعب الادوار التمهيديه، لكن المعفي من الادوار التمهيديه فريق الصفاقسي التونسي وايضا نهضه بركان المغربي وكمان زناكو الزامبي ودجليبه المالي وحسنيه اغادير المغربي. لكن بشكل عام فرق دوري ابطال افريقيا اللي هيلعبوا الدور التمهيدي لاول مره منذ سنوات طويله نتيجه طبعا عدد الفرق مش بالمسافه او بالمساحه اللي كانت بتشارك في الفترات السابقه، فبالتالي الاهلي هيشارك في الادوار التمهيديه. ايضا كمان صاحب المركز الثاني او الوصيف اللي هيلعب في الدوري المصري في البطوله الافريقيه هيكون كمان في الادوار التمهيديه مع الرجاء المغربي، المريخ السوداني، استاد دمالي، النجم الساحلي ايضا لاول مره هيشارك في الادوار التمهيديه مع كوتوكو الغاني، زيسكو الزامبي، وتاون شيب بطل بتسوانا، والمفاجأة كمان مع النادي الأهلي اللي هيشارك في الأدوار التمهيدية سان داونز بطل جنوب إفريقيا وأورلاندو بيراتس بطل جنوب إفريقيا. هيكون عندنا إطلالة وتفاصيل أكتر في مسألة قرعة دوري أبطال إفريقيا سواء لدوري الأبطال أو الكونفدرالية، لكن بسرعة الأول نروح لكلام الجرايد وماذا أو ما كتب عن النادي الأهلي في الجرايد خلال الساعات القليلة الماضية. من أخبار الرياضة، لاسارتي ينصب الشباك للذئاب. وايضا من اخبار الرياضه، عبد الحفيظ اتمنى الحسم من برج العرب. والى المساء، لاسارتي يهدد لاعبي الاهلي، الجديه والتركيز في المران. والى الوفد، الاهلي يجهز رمضان لمواجهه المقاولين ويغلق الباب امام رحيل الشحات، شريف ينتظر تحديد مصيره وتاجيل حسم ملف الاجانب بعد الدوري. وإلى الشروق، تغييرات محدودة في تشكيل الأهلي أمام المقاولين. وإلى الجمهورية، الزمالك يجبر الأهلي على البقاء في الأسكندرية. ونطالع في الأخبار المسائي، الأهلي يمد معسكره حتى مباراة القمة، لاسارتي يكثف جلساته مع اللاعبين ومروان جاهز للمقاولين. وفي صحيفة الدستور، صفقة الأهلي الجديدة اليو ديانج، الأحمر بوابتي لمنتخب مالي والاحتراف الأوروبي ومتشوق للعب الآن. الأهلي كيان، الأهلي رمز، الأهلي عزيمة، الأهلي إصرار، الأهلي دايما بيلعب حتى الثانية الأخيرة. الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضايع. سمير كمولة في الوقت الخاطئ. تصوير! جول 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 الله 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 عليك يا ابو تريكه، ثلاث فاست استعضاء اقدامك فيها هدف قاتل 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 بمهاره الهدافين بروعه المبدعين. مش معقولين بالمره في الدقيقه 94. اهلا بكم من جديد بعد هذا الفيلر والحديث عن كلام الجرايد وما كتب عن النادي الاهلي خلال الساعات الماضيه. يمكن طبعا في عدد من الصحف والمنشطات المتعلقه باللحظات القادمه ومباراه المقاولين ومباراه الزمالك في ختام هذه الجوله من الدوري العام ومسابقه الدوري العام، لكن عايز اروح بسرعه الى تصريح مهم جدا للكابتن سعد عبد الحفيظ في اخبار الرياضه. قال اتمنى الحسم من برج العرب. طبعا برج العرب بالنسبه لنا هتبقى فيها مباراتين، مباراه المقاولين ومباراه الزمالك. كلام الكابتن سيد رايح في اطار ان هو بيتكلم على تاجيل حسم لقب الدوري للمباراه الختاميه، ده بالتاكيد بالنسبه له لا، يعني الافضل ان هو ينهي المسابقه قبل المباراه الاخيره وهو بيواجه فريق المقاولين العرب. وقال الكابتن سيد
ان الاهلي سيتوج باللقب رغم ان المهمه ليست سهله، لكن اللاعبين على قدر المسؤوليه وقادرون على اسعاد الجماهير. كابتن سيد اكد كمان في تصريحاته واضاف انه بيتمنى ان يحسم الاهلي لقب الدوري من مباراه الزمالك، لانه وقتها سيكون له طعم ومذاق خاص في فكره انك ممكن تنهي جدول الدوري قبل مباراه المولين، لكن مباراه الزمالك لما بتبقى حاسم الدوري وتفوز على الزمالك كمان بتبقى الفرحه هناك انك بتلعب فريق ديربي، فالفوز في الديربي بيبقى ليه طعم خاص عند الجماهير. لكن مهم جدا انك تلعب مباراه المولين بجديه بتركيز، تحسم المسابقه في هذه المباراه، لان خلاص المباراه الاخيره انت بتبقى داخل باعصاب هاديه تقدر تعمل مباراه فنيه عاليه جدا عشان تكمل بيها الشكل انك فاز بالدوري وكمان بتحتفل بالدوري في المباراه الختاميه امام نادي الزمالك. الشيء الابرز كمان في الجزئيه دي، ودي دايما تصريحات الجهاز الفني، ان الدوري ما زال في الملعب، وده اللي اكدناه في بدايه الحلقه واحنا بنتكلم في الانترو، لان النهارده كمان لو رحنا الى المسا، ويمكن المسا بس استخدمت العناوين القويه شويه عشان القارئ دايما كده يروح يقرا ماذا كتب او ايه العناوين الرنانه اللي ممكن تشد القارئ. لاسارتي يهدد لاعبي الاهلي الجديه والتركيز في المران او الاستبعاد من التشكيل. الفكره في حد ذاتها ان دايما اي مدير فني وهو داخل على مراحل حاسمه هو طبعا مش بنفس القوه في التعامل بينه وبين اللاعبين في المباريات او التدريبات او حتى في المعسكر، لكن دايما الجهاز الفني بيتكلم مع اللعيبه على ضروره الجديه التركيز في الفتره القادمه. ولاعبي النادي الاهلي اصحاب خبرات طويله عارفين ايه المطلوب منها، وفي لاعبين كبار داخل صفوف الفريق عارفين اهميه المرحله الحاليه، مروا على ده كتير. يعني لكم ان تتخيلوا ان هذه البطوله ان شاء الله عندما يتم تحقيقها ويفوز بها النادي الاهلي هتكون البطوله رقم 12 بالنسبه للكابتن حسام عاشور، 12 بطوله دوري، فبالتالي ده بالنسبه للنادي الاهلي وبالنسبه لحسام عاشور خبرات كبيره جدا. وجود عاشور مع اكرامي مع عدد كبير جدا من العناصر الخبره وليد سليمان بيبقى لهم دور مع اللاعبين في المراحل اللي زي دي. مباراه المولين اكدنا انها مباراه 90 دقيقه، اي فرحه هتكون بعد صافره النهايه لما الحكم يعني يصفر بالنهايه ويكون الاهلي ان شاء الله كسبان ومتخطي هذه المباراه. الوفد اتكلم عن جاهزيه عدد من اللعيبه في المراحل القادمه. الاهلي بيجهز رمضان لماتش المقاولين وبيغلق الباب امام رحيل الشحات. فكره العروض والكلام ده في التوقيت ده مش طبعا ما بيبقاش يعني وارد داخل صفوف النادي الاهلي، كل لعيب عارف ايه المرحله اللي بيلعب فيها وبيركز فيها مع الفريق وايه المطلوب كمان في الفتره القادمه. تأجيل حسم ملف الأجانب بعد الدوري ده شيء مطلوب وشيء معروف، لأن كمان فكرة تحديد القائمة الجديدة أو الملفات اللي هتبقى فيها حديث بعد نهاية الموسم ده مش وقتها، لأن احنا عندنا لسه مباراتين ما ختمناش المسابقة وما ختمناش الموسم الماضي. الشروق راحت لجزئية تغييرات محدودة في تشكيل الأهلي أمام المقاولين، واتكلمت عن التشكيل المتوقع اللي ممكن يلعب مباراة القادمة. ممكن يكون فيه عناصر غايبة نتيجة إنذار أو آخر، ممكن تكون فيه عناصر بعيدة نتيجة الإصابة زي شريف إكرامي ومحمود وحيد، لكن بشكل عام معظم التشكيله او العناصر اللي كانت موجوده مع لاسارتي في معسكر اسبانيا او فتره الاعداد في مصر اكيد عنده بقى دلوقتي خلفيه عن كل اللعيبه ويقدر يشوف التشكيل اللي ممكن يلعب بيه المباراتين القادمتين. فكره كمان التوقع التشكيل في التوقيت ده هتبقى صعبه شويه، لان احنا مش لاعبين مباراه في الدوري مثلا من اسبوع او اتنين، ففي تشكيل واضح في اخر مباريات، لا اخر مباراه الاهلي لعبها رسميه كانت من حوالي 45 يوم، فبالتاكيد مباراه المولين ومباراه الزمالك هيكون بقى فيها افكار جديده بالنسبه لمارتن لاسارتي. ويهمنا بشكل شخصي ان احنا طبعا نسعد بالنتيجه في النهايه ويكون الاهلي ادى الغرض المطلوب منه. الجمهوريه اتكلمت على ان استعداد الاهلي لمباراه الزمالك مختلف، بعد مباراه المولين مش هيرجع للقاهره، لا مستمر في برج العرب معسكر مغلق استعدادا لمباراه الزمالك، لان الوقت ضيق، مباراه الاربع مباراه الاحد بتتكلم في 72 ساعه، ففكره العوده للقاهره وتدريبات يوميه ثم السفر هتبقى فيها يعني امور شاقه بالنسبه للاعبين في المرحله القادمه. بشكل عام دي كانت معظم الاخبار بالنسبه لاستعدادات النادي الاهلي للمرحله القادمه، والختام كان مع الدستور اللي اتكلمت عن صفقه اليو ديانج، وكان في حوار معاه في الدستور واتكلم فيه على ان النادي الاهلي بوابته لمنتخب مالي المنتخب الاول وايضا الاحتراف الاوروبي في الفتره القادمه، وبالتاكيد اي صفقه جديده بتبقى متشوقه للعب في النادي الاهلي. ودايما النادي الاهلي بيبقى دايما اي لعيب لسه جاي جديد بيشعر دايما بالدفء وفي ان المكان ده مش مكان جديد عليه، لا ده بالعكس ممكن يكون مكان يعني بقاله سنين موجود فيه وبيندمج بسرعه وبينسجم بسرعه مع زمايله، ده ميزه لعيبه النادي الاهلي، اي لعيب بيجي جديد بيندمج وبينخرط بسرعه في المجموعه بشكل عام. طيب قبل ما اروح بسرعه لاخبار الاهلي على المواقع، برضو كان في خبر متعلق بقرعه افريقيا. الاتحاد الافريقي طلب تحديد مواعيد المشاركه في البطولات الافريقيه بالنسبه لمباراه الذهاب ومباراه العوده. تحديد المواعيد مهم جدا لان مباراه الذهاب احد ايام 8 9 10، فقبلها ب 14 يوم تحدد التوقيت، يعني بمعنى اصح حد اقصى يوم 25 7 لازم تكون ارسلت للاتحاد الافريقي المكان والتوقيت اللي هتلعب فيه مباراه الذهاب. نفس الامر لمباراه العوده 23 و24 و25 اغسطس، قبلها باسبوعين تكون محدد او 14 يوم امتى هتلعب مباراه العوده والمكان اللي هتلعب فيه.
طيب بسرعة بقى كمان نروح لأخبار الأهلي على المواقع وما كتب عن النادي الأهلي في المواقع الإلكترونية خلال الساعات القليلة الماضية. الموقع الرسمي للنادي الأهلي: الخطيب توقيع بروتوكول تعاون مع اليونيسيف تفعيل لدور الأهلي المجتمعي. ومن موقع اليوم السابع: خالد ده مرتجي، الأهلي يهدف للتعاون مع المنظمات الدولية لخدمة المجتمع. ومن الوطن سبورت: يونيسيف شعبية الأهلي الكبيرة أجبرتنا على التعاون معه. ونطالع في موقع 1-3: الخطيب يهدي ممثل اليونيسيف درع وعلم الأهلي. ومن جولة تفقدية بالنادي الأهلي يقودها الخطيب بصحبة أنتوني بافول. وإلى موقع صدى البلد: شريف إكرامي يعود لتدريبات الأهلي منتصف أغسطس. وفي موقع فيتو: الأهلي يجهز رمضان صبحي لمواجهة المقاولين الحاسمة. ومن موقع سوبر كورة: لاسارتي يحذر لاعبي الأهلي من عدم الالتزام بمباراتي المقاولين والزمالك. وإلى موقع الوفد: لاسارتي يجهز محمد نجيب لمباراة المقاولين العرب. وأخيرا في موقع البوابة سبورت: أحمد الشيخ يواصل الغياب عن مران الأهلي. أهلا وسهلا بحضراتكم مرة تانية، والحديث عن ما كتب وما ذكر عن النادي الأهلي في المواقع الإلكترونية خلال الساعات القليلة الماضية. يمكن النادي النهاردة كان في مؤتمر صحفي مهم جدا في مقر النادي الأهلي بالجزيرة ظهر اليوم بحضور الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي مع منظمة اليونيسيف لتفعيل دور الأهلي المجتمعي خلال الفترة القادمة. كابتن محمود الخطيب في هذا المؤتمر قال إن النادي الأهلي بيضع الأطفال والشباب من أولويات اهتمامه بشكل كبير، مؤكدا أننا لدينا عشرات الملايين من المشجعين والمتابعين من عشاق كرة القدم بيتابعوا مهتمين جدا بكرة القدم والرياضة بشكل خاص، وبالتالي النادي الأهلي على تم الاستعداد للقيام بالدور المجتمعي الدور الفعال الإيجابي داخل مجتمعنا، كما أننا على ثقة من أن هذا التعاون من شأنه أن يسهم ويساهم في رفاهية الأطفال لا سيما الأكثر احتياجا منهم. أيضا كمان كان حاضر الأستاذ خالد مرتجي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي واتكلم عن النادي الأهلي ليس نادي رياضي، ومن خلال برنامج عائلة النادي الأهلي هناك دور مجتمعي بيولي له مجلس الإدارة اهتمام كبير جدا لتنفيذ كل هذه الأفكار داخل النادي الأهلي، والتعاون مع منظمة اليونيسيف في هذا الأمر شيء فعال وشيء مهم جدا. نتابع في هذا التقرير تفاصيل أكثر عن هذا المؤتمر واتفاقية التعاون والبروتوكول الذي تم صباح اليوم في مقر النادي الأهلي بالجزيرة. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية برحب بالسيد برونو مايز ممثل منظمة اليونيسيف في مصر، ويمكن عايز أرجع بالذاكرة بس لبداية مجلس الإدارة بتاعنا اللي كان في ضمن برنامج الانتخابي بتاعه برنامج عائلة الأهلي كيفية الاهتمام بجميع الأنشطة سواء الأنشطة الرياضية أو الاجتماعية أو الإنشائية. من ده النهاردة مؤتمر النهاردة من أحد الأنشطة المجتمعية اللي لازم النادي الأهلي يقوم بدوره فيها، بالنادي الأهلي بتاريخه، النادي الأهلي بشعبيته، النادي الأهلي بجماهيريته، النادي الأهلي بكيانه العربي والأفريقي والعالمي. فأعتقد أن النهاردة يوم من الأيام المهمة اللي فيها تعاون وثيق ما بين منظمة عالمية، منظمة اليونيسيف العالمية، مع النادي الأهلي أحد أكبر الأندية في الشرق الأوسط، وأندية وبرضو من الأندية اللي ليها الحقيقة تواجد عالمي في كل الاستفتاءات العالمية اللي حصلت. النادي الأهلي متواجد في هذه الاستفتاءات. من هنا يمكن عنوان مؤتمرنا النهاردة أو التعاون اللي احنا بصدده اليوم، يعني التعاون دوت في ليه عنوان، العنوان ما بين الأهلي ومنظمة اليونيسيف
معا من أجل حقوق الأطفال في مصر. في أطفال كتير محتاجين إن احنا نحس بيهم، محتاجين إن احنا يكون لنا دور معاهم بمسمى وبكيان زي النادي الأهلي. أعتقد مهم جدا إنه يساهم مع منظمة عالمية زي ما قلت اليونيسف في إن احنا يكون عينينا على أطفالنا اللي محتاجين رعاية. بسم الله الرحمن الرحيم. كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، مستر برونو مايس representative of the UNICEF in Egypt. في البداية بنحب نرحب بالسادة ممثلي التضامن الاجتماعي والسادة ممثلي وزارة الشباب والرياضة والسادة ممثلي منظمة اليونيسف. نرحب بكم جميعا ونرحب بالسادة الإعلاميين والصحفيين. النادي الأهلي مش نادي رياضي فقط، النادي الأهلي مؤسسة تربوية واجتماعية وثقافية ليه دور كبير في المجتمع المحيط به، وزي ما الأهلي له دور رياضي ليه دور اجتماعي، ودايما بيتفاعل مع قضايا المجتمع، ويمكن الدور المجتمعي ده هو اللي دايما بيميز النادي الأهلي. وكان أحد النقاط الأساسية اللي ركزنا عليها عندما تولينا المسؤولية، ويمكن من قبل كده، يمكن أول قعدة مع كابتن محمود الخطيب أما شرفت أن أنا أكون من ضمن القائمة، قال لي أنا عايزك تبقى مسؤول عن العلاقات الخارجية والعلاقات الدولية، وعايزين نتعاون مع الهيئات العالمية زي اليونيسف. أنا فاكر يعني كابتن محمود كان بيخص الأمم المتحدة ومنظمة الأمم المتحدة بالتحديد. فانطلاقا من دورنا في خدمة المجتمع وقضاياه، الأهلي طول عمره لا يدخر جهدا في تسخير إمكانياته لأي نشاط مجتمعي. ومنذ عدة أيام يمكن احنا استضفنا فعاليات خاصة بالأيتام، وده كان ليه صدى الحمد لله ومردود كبير في وسط الأطفال وأعضاء النادي كمان. النادي الأهلي دايما بيضع الأطفال والشباب في مقدمة الأولويات، ويمكن احنا عشان كده عملنا لجنة، سمينا لجنة اسمها لجنة الطفل، عندنا لجنة شباب، والحقيقة قايمين بدور كبير جدا ومميز داخل النادي الأهلي. احنا على تم الاستعداد دايما للقيام بدور اجتماعي فعال وإيجابي لخدمة المجتمع، وعلى ثقة من أن التعاون مع منظمة اليونيسف من شأنه أن يسهم في تحقيق رفاهية للأطفال خصوصا الأكثر احتياجا. وعلشان كده عملنا بروتوكول تعاون مع منظمة اليونيسف، محوره الأساسي زي ما كابتن خطيب قال، معا من أجل حقوق الأطفال في مصر. بنسعى دايما لزيادة الوعي في القضايا اللي بتأثر على الأطفال زي الصحة والتغذية وتنمية الطفولة المبكرة والتنمر والحماية من كافة أشكال العنف، وأيضا التوصل لحلول لإتاحة فرصة عادلة للفتيات والأولاد لتحقيق إمكاناتهم وتشجيع الاندماج الاجتماعي والنهوض بالتعليم. الحضور الكرام، أنا مش عايز أطول على سعادتكم، كل الشكر للسادة ممثلي وزارة التضامن الاجتماعي والسادة ممثلي وزارة الشباب والرياضة والسادة ممثلي منظمة اليونيسف والسادة الحضور، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا وسهلا بحضراتكم من جديد بعد هذا التقرير والكلام المميز، واللي بالتاكيد بنفخر بيه وبنسعد بيه لما بيكون النادي الاهلي محط انظار المنظمات الدوليه، وبالتاكيد منظمه اليونيسف يمكن ده شيء عظيم جدا، ودورها المجتمعي ودور النادي الاهلي المجتمعي في هذا الشان. واكدنا على ده اكتر من مره ان النادي الاهلي حتى او المجلس في برنامجه الانتخابي اكد على ده ضمن برنامج عائله الاهلي، الدور المجتمعي اللي النادي الاهلي يقوم بيه سواء داخل نطاق النادي الاهلي او حتى بالنسبه للمجتمع المصري. لكن في تصريح مهم جدا لبرونو مايس ممثل منظمه الامم المتحده للطفوله منظمه اليونيسف، كشف فيه ان السبب وراء اختيار النادي الاهلي لتوقيع هذا البروتوكول التعاون في مجال خدمات المقدمه بمصر نتيجه ان النادي الاهلي هو الاكثر الانديه شعبيه في مصر والوطن العربي. قال النادي الاهلي بيتمتع بشعبيه كبيره جدا في القاره الافريقيه، وبيهدف الى نفس اهدافنا وهي حمايه الاطفال وتمنيه خلق مستقبل افضل ليهم. برونو مايس قال ان كمان فخره الشديد ان هو متواجد داخل النادي الاهلي خلال هذه الفتره للمشاركه في توقيع هذا البروتوكول، بروتوكول التعاون مع المنظمه. كمان قال انه من الفخر ان اتواجد في النادي الاهلي والمشاركه في هذا الحدث، وسعداء لمشاركه ايدينا مع نادي القرن في افريقيا. مواصلا، اليونيسف تدعم الحكومه المصريه وتدعم المجتمعات، الاهلي يدعم اهداف اليونيسف.
وزاد كمان قال في سياق حديثه أن انضم الخطيب رئيس الأهلي في 2014 لورشة عمل اليونيسيف في العالم كله. الجميع يعمل من خلال الاتحادات الأهلية والرياضية على تنمية الأطفال، ووزارة التضامن الاجتماعي مهتمة بهذا الأمر وتعمل بإيمان مع الوزارة لترسيخ استراتيجية نؤمن بها بأن الرياضة قادرة على تغيير حياة أطفال ومجتمعات. ده كان مؤتمر مهم جدا النهاردة، وده الدور المجتمعي اللي بنأكد عليه دايما داخل النادي الأهلي، ودايما من خلال مؤتمرات وتوقيع عدد من البروتوكولات التعاون والاتفاقيات مع عدد من المنظمات لتفعيل الدور المجتمعي في المجتمع المصري. والنادي الأهلي بما انه ليه دور وطني ودور ريادي في هذا الأمر بيبقى حريص على المشاركة في كل هذه الفعاليات. طيب النهاردة كمان في المواقع الإلكترونية موقع صدى البلد اهتم اكتر بفكرة إمكانية يعني استعادة شريف إكرامي للفترة القادمة وجاهزيته للتدريبات والمباريات. صدى البلد أكدت أن شريف إكرامي يعود للتدريبات في منتصف أغسطس المقبل، وفقا لما أعلنه الجهاز الفني الذي أكد أن حالة اللاعب مطمئنة للغاية وأنه يستكمل برنامجه التأهيلي وفي تحسن مستمر. طبعا شريف كان عمل فحوصات طبية في ألمانيا خلال الفترة الأخيرة، لكن الحمد لله الفحوصات أثبتت أن الحمد لله حالة الركبة في تحسن مستمر بعد إجراء جراحة لإزالة عظام زائدة في وقت سابق. موقع فيتو كمان اتكلم في جزئية تجهيزية رمضان في الفترة القادمة، كان عنده إصابة خفيفة كده أو اشتكى من ألم في العضلة الضمة خلال اليومين الماضيين، لكن بعد مباراة البلاستيك ابتدى الجهاز الطبي يتعامل مع هذه الإصابة وإن شاء الله هيكون جاهز في التدريبات. وهيكون معانا بعد قليل كمان زميلنا شريف شعبان من ملعب مختار التتش بالجزيرة عشان يطمننا عن حالة الفريق قبل خلاص 48 ساعة من مباراة المقاولين. جزئية كمان تحذير لاسارتي للاعبين من الفترة القادمة وتحديدا فكرة مباراة المقاولين والزمالك على التوالي يومي 24 و 28 يوليو، ده أكدنا عليه أكثر من مرة وفي كذا مداخلة حتى لكل زملائنا المراسلين بيقولوا دايما الكلام اللي بيقوله لاسارتي مع اللاعبين ومسألة التحفيز والحماس للفترة القادمة. طيب لاستكمال كل هذه الأخبار والمعلومات وللتأكيد عن حالة الفريق قبل مباراة المقاولين بعد 48 ساعة بينضم لي على الهاتف زميلنا شريف شعبان مراسل قناة النادي الأهلي. مساء الخير يا شريف. الخير عليك يا زميلي محمد، تحياتي ليك وتحياتي لكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. طيب طمني بقى النهارده خلاص العد التنازلي للمباراه، مباراه مهمه جدا، نتيجه الامس بالتاكيد هتساهم بشكل كبير في ان المباراه لو الاهلي فاز هيحسم الدوري قبل الجوله الاخيره. حاله داخل صفوف الفريق، هل اتكلمت مع اللاعبين ومع الجهاز الفني بعد مباراه الامس ونتيجه التعادل، ده اثره ايه على اللاعبين في الفتره القادمه والجهاز بيقول ايه للاعيبه في الفتره القادمه؟ وايضا كمان تطمني حاله اللعيبه في التمرين قدامك، مين موجود في الملعب ومين هيكون غايب في التدريب؟ خليني اقول لك ان انا كنت حريص النهارده اجي بدري شويه عن عادي قبل بدايه التمرين بفتره عشان اقدر اقعد مع اللعيبه واشوف اللعيبه بتفكر ازاي بعد مواجهه الامس. خليني اقول لك لا صوت يعلو بين لاعبي النادي الاهلي فوق صوت مباراه المقاولون العرب. لعيبة النادي الاهلي بتتمنى هذه المباراه النهارده قبل بكره. لعيبة النادي الاهلي النهارده كلهم بيتعهدوا منهم من بينهم من بعض من غير الجهاز الفني خالص ان هم لازم يقدموا عرض يليق بتاريخهم ويليق باسمهم ويليق باسم النادي الاهلي. لعيبة النادي الاهلي الجديد والحصر الشاشقات النادي الاهلي اللي هيبقى خارج المعسكر اتفقوا مع بعض النهارده ان هم ياخدوا باص ويسافروا ويروحوا يساندوا لعيبة النادي الاهلي في هذه المباراه. لعيبة النادي الاهلي يعني معقول على هذه المباراه تعب موسم بحاله، عاوزين يلعبوا من اول دقيقه ويفنشوا المباراه في ال 90 دقيقه ويحاولوا يحسموا بطوله الدوري في هذه المباراه. خليني اقول لك بقى التمرين بدا الساعه 6 مساء وممكن النهارده اخر يوم هيكون التمرين 6 مساء. المستر لاسارتي اجتماع حوالي 10 دقائق مع اللاعبين. الاغلاق يعني ما حدش يتكلم في حاجه خالص غير مباراه المقاولين العرب، ما حدش يتكلم عن المنافسين، ما حدش يتكلم ان الدوري انتهى، الدوري لسه في الملعب ولازم تقاتل في ال 90 دقيقه المقبلين عشان تقدر تفنش الدوري. صحيح. الدوري يا جماعه ما انتهاش، الدوري لسه ما حصلش على طول الدوري، لازم تلعبوا 90 دقيقه ولا اروع ولا اجمد، وحذر من خطوره المقاولين العرب، واتفرج على المقاولين وحذر من خطوره المقاولين، وقال ما فيش استهانه في فريق المقاولين العرب اللي هيلعب بكل قوه امام النادي الاهلي، حذر من خطوره المقاولين، ويتكلم النهارده مع لاعبي النادي الاهلي لمده 10 دقائق طالبهم بالتركيز الكامل والتركيز الشديد وما يلتفتوش لاي كلام على السوشيال ميديا ولا يلتفتوا لكلام الجماهير ولا اي حاجه خالص من الدوري ده، الدوري لسه موجود ولازم نأدي ولازم نفوز علشان ناخد بطوله الدوري. بعد هذه التعليمات بفرحك وبفرح كل جماهير النادي الاهلي، النهارده نزل التمرين محمود وحيد، النهارده نزل التمرين احمد الشيخ، النهارده نزل التمرين رمضان صبحي، يمكن الكل جاهز لهذه المواجهه، الكل امامي في التمرين، يمكن الراجل بعد المحاضره عمل اطالات وعمل دوائر ودلوقتي في تمرينات بدنيه، على الجانب الاخر طارق سليمان والحراس الشناوي وعلي لطفي وشوبير واحمد
طارق تمرينه قويه جدا الحمد لله، يمكن نمسك الخشب الشناوي بيأدي هو ولطف تمرينه ولا اروع ولا اجمل. يمكن اللاعبين زي ما قلت لك تعهدوا على الفوز. ياسر خليني اقول لك النهارده قريت في السوشيال ميديا الصبح ان في ايقافات كثيره للنادي الاهلي، هو الايقاف الوحيد هو اللي هيكون غايب عن مواجهه المقاولين العرب هو اللاعب ياسر ابراهيم، ولكن ايمن اشرف موجود وهو في هذه المباراه. على الجانب الاخر تاهيل محمد محمود بيتاهل بمفرده علشان خاطر طبعا بعد رجوع من الرباط الصليبي ربنا يا رب يرجعه بألف خير، ما شاء الله شكله مفرح في الملعب. دي كانت ابرز الاجواء داخل تمرين نادي الاهلي اللي لسه مستمر، ان لسه اللعيبه بتجري يعني تمرينات بدنيه، وبعد كده هيبقى فيه التمرين التكتيك والرئيسي لمباراه المقاولين العرب اللي هتبقى بعد الفريق مع مستر لاسيرتي وباخد جايز. طيب يا شريف، شريف انت طمنتني بصراحه عن جزئيه مهمه جدا، طمنتني عن عوده احمد الشيخ للتدريبات الجماعيه، نزول رمضان صبحي للمران الجماعي، عوده محمود وحيد ايضا كاضافه في مركز الظهير الايسر مع علي معلول وايمن اشرف. فبصراحه الاخبار كلها اللي قلتها يعني اخبار جيده في توقيت مهم محتاج اكتمال الصفوف في الساعات القادمه يا شريف، لان خلاص انت بتتكلم في مباراتين او مباراه بقيمه موسم كامل ومباراه صعبه جدا ولازم يكون التركيز ليها شديد، وكمان الصفوف كلها تكون مكتمله لهذه المباراه يا شريف. فعلا الصفوف مكتمله، الكل مركز، الكل زي ما قلت لك متعهد على الفوز، يحس معدن لاعبي النادي الاهلي بيبان في المواقف اللي زي دي. انا اتكلمت مع كذا لعيب، لا الكل مركز. وخلي بالك محمد اللعيبه اللي خارج خالص الحسابات خالص من غير ما اقول اسماء، والله اتكلمت معاهم النهارده عارف نفسهم يلعبوا، نفسهم يحسوا زمايلهم ان لازم يقاتلوا في الملعب، ان لازم يحسوا بطوله الدوري في هذه المباراه. في حب وفي تفاني ما بين اللي خارج خالص اللي يعني اللي بره خارج حسابات الراجل، لا لا لازم نكسب ولازم ندوس ولازم نحسب بطوله الدوري. الروح مختلفه الفتره دي مع لاعبي النادي الاهلي، جلسات مستمره. صلاح محسن يمكن كان عمل جلسه مع سيد عبد الحفيظ طبعا مدير الكوره ومستر لاسيرتي جلسه طويله، رمضان صبحي ايضا عمل جلسه مع لاسيرتي. بطمنك وبطمن جمهور النادي الاهلي محتاجين بس التوفيق باذن الله يوم الاربعاء، وباذن الله نحسم بطوله الدوري المحبوبه لدى جماهير النادي الاهلي. يا شريف انا بشكرك لانك دايما كده في المداخلات معانا بتدينا جرعه تفاؤل وجرعه حماس للمباريات القادمه، بشكرك بجد شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات. يعني طمنتنا على حاله الفريق، حاله المصابين، انضمام الشيخ ومحمود وحيد ورمضان صبحي للمران الجماعي. كل ما بتكتمل الصف بتبقى حاجه ايجابيه، والجهاز الفني بيسعد بده على فكره قبل ما يكون داخل على مباراه صعبه ومباراه مهمه. وجزئيه اخيره اكد عليها زميلنا شريف شعبان في سياق حديثه، وهي الروح الجماعيه، روح الاصرار، روح الفوز. على فكره كره القدم مش فنيات بس داخل الملعب، الكوره فيها جزئيات صغيره، لو لعبت على الجزئيات دي ممكن تفوز ببطوله. اللي ميز فريق الجزائر في كاس الامم الافريقيه مش الاداء الفني العالي اللي حصل في كل المباريات، في مباريات الجزائر ما اديتهاش بشكل جيد، لكن روح التعاون، روح الجماعه اللي داخل صفوف الفريق، ده اللي بيديك في النهايه الاحساس للفوز باللقب. اي لاعب عايز يلعب وشايف الجهاز الفني اختار التشكيله اللي هتلعب المباراه بيبقى واقف سبورت في ظهر اللعيبه. الجزئيه اللي قالها شريف كمان، طبعا هو مارتن لاسيرتي هيسافر برج العرب في اسكندريه وهيختار قائمه للمباراه، او ممكن يسافر بمجموعه اكبر لان عنده مباراتين وهيتمرن هناك حوالي 5-6 تدريبات من خلال مباراه المولين حتى مباراه الزمالك، لكن ممكن يكون في لعيبه مش هتلعب ماتش المولين هتكون حريصه انها تكون موجوده. المشهد ده بيدي دفعه قويه جدا للعيبه داخل الملعب، عشان كده بناكد ان المباراه القادمه واحساس اللعيبه وكلام زميلنا شريف شعبان بياكد نفس الاحساس ان هي مباراه صعبه. فريق المقاولين فريق منافس محترم جدا، عمل نتيجه ايجابيه مع النادي الاهلي في الدور الاول، وبالتالي المباراه هنا بتزداد صعوبه معاه مدير فني كفء كابتن عماد النحاس احد ابناء النادي الاهلي، ومن هنا بتزداد صعوبه المباراه، لان اللي بيتدرب واللي بيشتغل في مدرسه الاهلي او النادي الاهلي بيبقى عارف اهميه الروح الرياضيه وعارف ازاي يلعب مباراه بقوه ويبقى فيها منافسه شريفه، والنادي الاهلي بيقدر ده لانه لما بيكسب فريق بيلعب مباراه قويه بيحترم ده لانه مكسبه بيبقى ليه طعم وليه لون وليه نتيجه مميزه، وانت فاز ببطوله او فاز مباراه قدامك فريق لعب مباراه كبيره جدا، فده شيء طيب. ان شاء الله نشوف مباراه قويه، ان شاء الله نشوف النادي الاهلي منتصر في هذه المباراه، وفرحه الجماهير اللي باكد عليها دي نبعه من احساس الجمهور ان موسم كان طويل، موسم صعب، الاهلي واجه فيه تحديات كبيره جدا، فالجمهور فرحان ان النادي الاهلي رغم كل هذه التحديات قرب ان شاء الله من الفوز باللقب. لكن رساله لجمهورنا، اصبروا بس 48 ساعه وتطلق صافرة الحكم بعد نهاية المباراة، وإن شاء الله يكون الفرحة فرحتين كمان بعد مباراة الزمالك، لكن إن شاء الله نركز في ماتش المولين ونلعب 90 دقيقة بكل جدية. طيب دي أخبار النادي الأهلي، نروح بسرعة كمان نشوف الأخبار المحلية والعالمية وأخبار محترفين على مواقع الإنترنت. من اليوم السابع عمومية الجبلية تتمسك بإجراء انتخابات تكميلية خلال 3 أشهر. موقع في الجول، تصريح لعامر حسين، القمة بدون جماهير وبحضور 30 فردا عملا بمبدأ تكافؤ الفرص. وإلى الوفد،
حكام أمريكا اللاتينية مرشحون لإدارة قمة الأهلي والزمالك. ومن موقع فيتو، برنامج المقاولين استعدادا لمواجهة الأهلي في مؤجلات الدوري. وفي اليوم السابع، تنصيب أحمد حجازي بشارة الكابتن في معسكر المنتخب القادم. وإلى موقف الجول، تصريح ليورجن كلوب، أتوقع عودة صلاح في حالة بدنية جيدة. وإلى موقع الشروق، تقارير إيطالية، لاتسيو يقترب من التعاقد مع كوكا. وفي موقع يلا كورة، قرعة تصفيات دوري الأبطال، باوت وردة يواجه أياكس وبورتو في صدام روسي. وإلى موقع إيس الأسبانية أو آس الأسبانية، برشلونة يبدأ خطة التجديد لميسي. ومن سوبر كورة، برشلونة يخوض مرانه الأول في اليابان داخل فندق الإقامة. ومن يلا كورة أيضا، جريزمان، انتقال نيمار إلى برشلونة سيكون صعبا. وأخيرا في موقع سوبر سبورت 360، راكيتيتش يعلن بقاؤه في برشلونة. اهلا وسهلا بيكم مره تانية. ويمكن طبعا في الاخبار المحليه يمكن في تفاصيل مهمه جدا، بنتكلم عن اجتماع النهارده لاعضاء الجمعيه العموميه في اتحاد كره القدم وتحديدا انديه القسم الثاني والثالث، واجتمعوا مع العميد ثروت سويلم القائم باعمال رئيس الجمعيه والمدير التنفيذي الحالي لاتحاد الكره. ويمكن الاعضاء الجمعيه العموميه اللي كانوا موجودين النهارده حسب ما نشرته موقع اليوم السابع، نشروا موقع اليوم السابع ان اعضاء الجمعيه العموميه طلبوا ثروت سويلم باقامه انتخابات تكميليه خلال 3 أشهر وفقا للليحة، رافضين تشكيل لجنة مؤقتة لتسيير أمور الجبلية لمدة عام وحتى أولمبياد طوكيو في الفترة القادمة. أبرز الحضور محمد الطويلة رئيس نادي النجوم، أحمد إبراهيم مجاهد رئيس نادي ميكا سبورت، هاني سعيد رئيس نادي جولدي، عاصم مرشد رئيس نادي كوم حمادة. كمان كان في تفاصيل وأحاديث على فكرة الدوري القسم الثاني والقسم الثالث، يعني في أكتر من اقتراح أنه يتم تعديل نظام الصعود والهبوط في القسم الثاني والثالث خلال الفترة القادمة. عموما ملف اتحاد الكرة هيكون ملف شائك، وبالتأكيد هيشرفني في الفقرة الحوارية في كلام في الميديا الناقد الرياضي الأستاذ عبد اللطيف إسماعيل الناقد الرياضي بأخبار الرياضة، وهيكون بالتأكيد محور حديثنا عما يدور في اتحاد كرة القدم خلال الساعات القادمة مع الحديث عن المباريات المحلية ومباريات النادي الأهلي. طيب، موقع في الجول اتكلم على يعني في تصريح للكابتن عامر حسين رئيس لجنة المسابقات، قال في تصريحه ان مواجهة القمة المقبلة بين الأهلي والزمالك ستكون بدون جماهير لكن بحضور 30 فردا هم أعضاء مجلس إدارة الفريقين على ملعب برج العرب، عملا بمبدأ تكافؤ الفرص. نتيجة المباراة الأولى كانت أيضا بدون حضور جمهور. عامر حسين قال المباراة لن تلعب بجماهير وستقام بشكل رسمي في ملعب برج العرب بالأسكندرية. تمت مراعاة أن المباراة الأولى بين الطرفين لعبت في نفس الظروف، فبالتالي المباراة الثانية هيكون نفس ظروف المباراة الأولى، يعني تطبيقا لمبدأ تكافؤ الفرص. لكن نتمنى إن شاء الله بعد نهاية الدوري بقى الموسم الجاي يكون وضع مختلف ونشوف مباريات بقى بحضور جمهور، ويبدأ بقى تظبيط فكرة حضور الجماهير وتنظيم الملاعب وتحديد الملاعب الأندية، ونشوف دوري منتظم يا رب الفترة الجاية، خاصة بعد الشكل الرائع اللي ظهرت بيه مصر في تنظيم بطولة إفريقيا خلال الفترة السابقة. جزئية التحكيم وحكم مباراة القمة، المباراة يوم الأحد الجاي وبنتكلم في أقل من حوالي 5-6 أيام، فأكيد في خطابات أرسلت من اتحاد الكورة للاتحادات الإفريقية والاتحادات الأوروبية وأمريكا اللاتينية للاستعانة بحكام لإدارة المباراة. أبرز حاجة الوفد ركزت إن في مصدر مسؤول في لجنة الحكام قال إن حكام أمريكا اللاتينية هم المرشحون الأبرز لإدارة قمة الأهلي والزمالك يوم الأحد الجاي في ختام الدوري. وقال المصدر ان لجنه الحكام خاطبت اتحادات اوروبيه مثل انجلترا وفرنسا والمجر وسلوفينيا بجانب اتحادات امريكا اللاتينيه مثل الارجنتين والمكسيك لترشيح حكام لاداره القمه. الجهاز الفني للمقاولين على موقع فيتو نشر ان الجهاز الفني هيسافر اسكندريه بكره الصبح ايضا عشان يدخل في معسكر استعدادا لمواجهه النادي الاهلي. ايضا اليوم السابع يمكن عندهم معلومه او خبر مهم ان احمد حجازي مدافع منتخبنا الوطني هيرتدي شارة الكابتن في المعسكر القادم للفراعنة والمحدد ليه في شهر سبتمبر القادم حسب الأجندة الدولية. هيكون ارتداء حجازي لشارة الكابتن وفقا لمبدأ الأقدمية، يمكن حجازي من أقدم اللعيبة في المنتخب بعد المحمدي، فهيكون هو كابتن الفريق
إذا لم يتم ضم المحمدي في هذا المعسكر. وهنشوف الفترة الجاية المعسكر المنتخب أصلا يعني مين المدير الفني اللي هيختار القائمة ومين المدير الفني هيكون للمنتخب في الفترة الجاية، والمباريات الودية والاستعدادات في الفترة الجاية، لأن عندنا أجندة إفريقية وتصفيات إفريقية لمسابقة الكان في الكاميرون هتبدأ في شهر 11، يعني تتكلم في أقل من 3 شهور أو 3 شهور تحديدا هتخش على تصفيات الكان، كمان تصفيات كأس العالم. يمكن النهاردة الاتحاد الإفريقي بعت إن ابتدى يتم تحديد توقيتات معينة في شهر 7 عشان تحجز بالنسبة لوسائل الإعلام والصحفيين عشان يحضروا قرعة تصفيات كأس العالم، فبنتكلم في أقل من حوالي شهر أو على شهر أغسطس هيتم إجراء تصفيات كأس العالم، وتصفيات كأس العالم هيتم إجراءها حسب تصنيف المنتخبات طبقا لتصنيف الاتحاد الدولي، وللأسف بعد البطولة أو خلال الأسبوع القادم هيعلن تصنيف الشهري من قبل الاتحاد الدولي، ومتوقع أن تصنيف منتخب مصر يتراجع بعد الخروج من دور 16، فللأسف تصنيفك طالما متراجع ده هيأثر عليك في المنتخبات اللي هتواجهها في تصفيات كأس العالم وترتيبك في المباريات، حتى إذا كمان تصدرت المجموعة ووصلت للمراحل النهائية، لأن تصنيفك طالما مش متقدم هتكون مباراة الذهاب هتكون في صالحك، ومباراة الذهاب هتكون على أرضك، والإياب في الخطوة الأخيرة والجولة الأخيرة هتكون خارج أرضك، فبالتالي التصنيف ده شيء مهم جدا بالنسبة للمنتخبات خلال الفترة القادمة. بشكل عام دي كانت أخبارنا النهاردة المحلية والعالمية وأخبار النادي الأهلي. بعد الفاصل الناقد الرياضي الكبير الأستاذ عبد اللطيف إسماعيل الناقد الرياضي بأخبار الرياضة. اهلا بحضراتكم من جديد، والفقره الحواريه في برنامج كلام في الميديا والحديث مع الصحافه مهم جدا للتعرف على ارائهم وتحليلاتهم في الاحداث الرياضيه وما كتب في الصحافه والمواقع الالكترونيه خلال الساعات القليله الماضيه، وبالتالي برحب بضيفي الناقد الرياضي الكبير الاستاذ عبد اللطيف اسماعيل الناقد الرياضي باخبار الرياضه. استاذ عبد اللطيف منور الدنيا، واخبارك ايه؟ ربنا يخليك استاذ محمد، بنورك ونور قناه الاهلي وجمهور الاهلي الحبيب يعني، وكله تمام الحمد لله. مشرفنا ومنورنا وسعداء بوجودك معانا على شاشه قناه النادي الاهلي. انا اكتر. طيب الاحداث الرياضيه اولا، يعني تعليقك على الاحداث الرياضيه خلال الساعات الاخيره وما تابعته، ايه اي ابرز حاجه لفتت انتباهك واكتر الموضوعات اللي حبيت تتكلم عليها خلال الفتره الاخيره؟ والله أهم شيء يعني في أحداث رياضية كتير في الفترة الأخيرة، طبعا بعد كأس الأمم الأفريقية وبعد عودة الدوري في كلام كتير جدا، بس أهم لفت انتباهي إن هو بعد ماتش الزمالك مع الجونة الأخير طلع كلام كتير جدا من ناس يعني تقولك إن الدوري انتهى والدوري خلص والكلام ده كله. طب أنا بصراحة يعني مستغرب من هذا الكلام، الدوري ما انتهاش، الدوري لسه في الملعب، البطولة ما زالت قائمة، ما فيش أي فريق حسم الدرع لحد دلوقتي واخدوا البطولة، ولسه في ماتشات مستمرة وماتشات قوية، وطلع كلام كتير جدا. ده يمكن اللي هو الحاجة الوحيدة أو أكتر حاجة استرعتني، الكلام الكبير طبعا اللي انتشر على الفيسبوك ومع الجماهير كتيرة جدا على إن الدور العام خلص. هو الجمهور يعني الجماهير نفسها فرحة، لكن احنا النهاردة حتى اتكلمنا في الجزئية دي، لا يا جماعة لسه في مباراة 90 دقيقة طبعا. والكرة دايما بتديك دروس، وفي مواقف كتير طبعا. سابقة اديتك دروس في نفس جدا جدا نفس جدا دي. كرة القدم معروف ملهاش كبير، ومش معناها ان في فريق كبير بيلعب مع فريق صغير يبقى معناها ان هي نتيجة المباراة محسومة بالفوز للفريق الكبير، لا، الكرة عطاء وجهد وإصرار في الملعب، هي كده. لو انت تعبت وتعبت يعني وعرقت وديت الفلنة حقها ودفعت عن فلنتك وألوان ناديك وجمهورك انت هتقدر تجيب نتيجة، لكنك انت دلوقتي تقول ان انا خلاص يعني كده وكسبت عشان اسمي وتاريخي ووضعي، لا، الكرة دلوقتي ما عادش فيها كده، واحنا شفنا كتير جدا ودروس مستفادة كتير جدا من ماتشات كبيرة جدا بهذا الشكل وبهذا الأداء. فده شيء مستغرب جدا على ان الموضوع يعني علشان دي آخر حاجة
حاجه كانت موجوده او احدث شيء كان موجود على ان الدوري انتهى. لا، الدوري ما انتهاش، لسه الدوري موجود في الملعب، لسه فيه ماتشات موجوده، الاهلي لسه قدامه يعني ماتشات، قدام ماتش المقاولين العرب ماتش كبير جدا، ماتش قوي جدا، ماتش فرقه المقاولين فرقه مقاتله جدا، بيدربها مدير فني عماد النحاس اهلاوي، مش معناه ان الكلام لا بالعكس ده بيزيد الامور صعوبه، بيزيد الامور صعوبه جدا، وده مش معناه ان الكلام اللي بيتقال ان هو المقاولين هيفوت الماتش عشان عماد النحاس وهذا الكلام اللي هو بدا يعلى وبدا يتقال وبدا يعني لا نهتم بيه ولا نلقي عليه اي نظره، لا نهتم بيه ولا نلقي عليه اي نظره، شيء فوقعات في الهواء تعتبر. الاهلي بيسعد لما بيواجه اي فريق قدامه بيلعب بشكل قوي، عشان الاهلي نفسه الفرحه بيبقى ليها طعم لما بتلعب مع فريق بيأدي قدامك بشكل قوي. اكيد. طيب هل تتوقع ان المباريات القادمه يكون فيها كوره افضل؟ يعني الشكل الجمال اللي شفناه في بطوله افريقيا، طبعا الدوري بقى له 45 يوم الانديه في اجازه في راحه سلبيه، هل تتوقع المستوى الفني هيبقى عالي قوي في الجولتين القادمتين؟ هو ده المفروض، هو ده المفروض بعد فتره التوقف وبعد الراحه اللي حصل عليها بعض اللعيبه، سواء راحه سلبيه او راحه من خلال المعسكرات ومن خلال استعاده الاداء والماتشات اللي هي التجريبيه اللي هي الوديه اللي هي كانت متدرجه بشكل كبير يعني من الاقل للاصعب، يعني اعتقد ان الناس طبعا دلوقتي حتى اللعيبه نفسهم يعني عطشانين كوره، محتاجين انهم يلعبوا كوره عشان يمتعوا جماهيرهم، خاصه لما يبقى انت وصلت لمرحله طبعا كان دوري فيه ظروف صعبه جدا وتاخر بهذا الشكل وتوقف عشان كاس الامم الافريقيه ورجع تاني، فانت مطالب طبعا انك انت لازم تؤدي بشكل كبير جدا، واكبر دليل على ان اول ماتش رجعت شفنا الجونه، يعني الماتش اللي اداه ماتش كبير جدا، عمل ماتش هايل جدا، كان مسيطر على الماتش بشكل كبير، قدر يجيب اجوان وقدر ان يرجع من هدف انه يحرز هدفين، وكان متقدم لاخر فتره في فترات المباراه وبعد الوقت الاضافي الثاني اللي هو الحكم اضافه بشكل كبير جدا برضه، يعني ادى ماتش كبير جدا، وده شيء يسعدنا جدا ان احنا كره القدم المصريه والدوري المصري يبقى فيه تشويق ويبقى فيه اثاره ويبقى فيه كره قدم عشان الجماهير تستمتع، ده اللي احنا محتاجينه ده المرحله اللي جايه. طيب هواصل حواري معاك يا استاذ عبد اللطيف، لكن اخرج الى فاصل ثم نواصل الحديث مع الاستاذ عبد اللطيف اسماعيل بعد هذا الفاصل. اهلا وسهلا بحضراتكم من جديد في الفقره الحواريه مع ناقدنا الرياضي الكبير الاستاذ عبد اللطيف اسماعيل الناقد الرياضي باخبار الرياضه. استاذ عبد اللطيف، يمكن الاحداث الرياضيه ويمكن القينا الضوء على مباريات الدوري خلال الساعات القادمه وما حدث في مباراه الامس بالتعادل الايجابي، وكمان خلال الفتره القادمه محتاجين نتكلم في عدد من الملفات. طيب هنأجل شويه الحديث عن الدوري دلوقتي ناخد توقعاتك في النهايه، لكن ملف اتحاد الكوره وحضرتك طبعا قريب الصله اكتر من موضوع الوزاره واتحاد الكوره، والملف ده يمكن يعني بتختص بيه داخل اخبار الرياضه، شايف الملفات دي ازاي خلال الفتره القادمه هيتم حسمها في ظل النهارده كان في اجتماع مهم جدا لانديه القسم الثاني والثالث مع العميد ثروت سويلم المدير التنفيذي للجبلين؟ هو طبعا المرحله مهمه دلوقتي بتمر بها الكره المصريه بعد الاخفاق الكبير اللي حصل طبعا في البطوله، احنا نظمنا بطوله مهمه جدا، نظمنا بطوله كبيره على اعلى مستوى، العالم كله اشاد بالتنظيم ومستوى مصر اللي هو عمله، ولكن اخفقنا في المنتخب، وكان نفسنا كلنا كمصريين ان المنتخب بتاعنا يوصل للنهائي ويتسلم كاس البطوله على ارضه وسط جماهيره بعد هذا الابداع الكبير اللي حصل، لكن الاخفاق الكبير اللي حصل وطبعا ده نتج عن طبعا سوء اداره من جانب مجلس اداره اتحاد كره القدم، وده طبعا ما كانش وليد هذه اللحظه، لا كان وليد لحظات سابقه وظهرت كمان في كاس العالم في روسيا، وكل الناس اتكلمت وقالت مفروض محتاجين وقفه بالنسبه لاتحاد الكوره واتخاذ قرارات كمان قويه وحازمه ضد الاتحاد واعاده المنظومه بشكل كبير لطريقها الصحيح، ولكن الامور طبعا تركت تراكمت وتراكمت حتى وصلنا لهذه المرحله بالظبط. فدلوقتي وصلنا لهذه المرحله اصبحنا كلنا ك ك ك ك ككره مصريه او كوزاره او كلجنه اولمبيه او كناس مسؤولين مهم هذه المرحله ان احنا لابد ان نخرج من الازمه اللي احنا عايشينها ونخرج كمان بشكل او بخريطه طريق محترمة تكون واضحة الملامح عشان نستمر المرحلة الجاية، لأن عندنا أكتر من حاجة داخلينها سواء تصفية كأس الأمم المقبلة 2021 في الكاميرون أو برضو تصفية كأس العالم القادمة 2022 اللي لسه طبعا في كلام هتبقى فين أو كده، فطبعا إحنا
شكلنا كمصر كتاريخ كمنتخب هو الأول على أفريقيا والأعلى ألقاب بسبع بطولات، هيبقى موقفنا إيه خلال المرحلة الجاية؟ يعني هو الكلام النهاردة كان على أكتر من حاجة بشكل كبير جدا في الاجتماع؟ في الاجتماع كان مع رؤساء الأندية عشان التخطيط لمرحلة، لكن يعتبر يعني كبداية ومش كل الأمور طرحت، لكن طبعا في أفكار كتير وأمور كثيرة جدا لابد أن تطرح خلال المرحلة القادمة علشان تحط أنت الكرة المصرية على طريق سليم، سواء من خلال هنا من خلال اتحاد الكرة أو اللجنة اللي هي موجودة اللي حتدير الاتحاد خلال الفترة اللي جاية، ومن خلال برضو رؤية متواكبة مع الفيفا خارجيا، مفيش أي مشاكل في هذا الاتجاه. فإحنا محتاجين لرؤية استراتيجية دلوقتي قبل يعني مبارح، إن دلوقتي محتاجين إحنا أولا المسابقات يبقى شكلها إيه، مش ما تبقاش موجودة زي ما هي كانت موجودة خلال هذا الموسم، طبعا بانت مشاكل كتيرة جدا جدا بشكل كبير، المنظومة دي محتاج عملية إعادة لها من أول وجديد، المنتخبات محتاج يتحط لها وضع بشكل كبير، المنتخب الأول والكلام رجع دلوقتي على إن فوق 30 سنة ما يلعبش أو ما بقاش موجود داخل المنتخب، لازم أبص على المنتخبات الأخرى وعلى الدوريات الأخرى وعلى دوري القطاعات وعلى الناشئين وعلى البراعم، وكل ده أمشي به إزاي خطوة خطوة من خلال خطة أو استراتيجية مهمة جدا ومنضبطة نمشي عليها. فما ينفعش إن إحنا بندور دلوقتي في وجود الكابتن أو الدكتور أو النائب ثروت سويلم وإحنا نيجي دلوقتي فجأة نلاقي مثلا جملة اعتراضية كده، عايز أقول عليها حضرتك أستاذ محمد، إن إحنا بنفكر نلغي مثلا أو هنلغي مثلا المسابقة 97 مسابقة 97، طب ما هو ده مسابقة مهمة جدا سواء تحت 19 سنة لفرق في الشباب وفيها ماتشات قوية جدا، والأهلي يمكن على وجه الخصوص عامل شغل جامد جدا وعنده لعيبة هايلين جدا وهو يمكن بطل هذه المسابقة من قبل ما تنتهي مثلا بأربع أسابيع، وأجي أنهي هذه بقرار غير مدروس أو ما فيش رؤية. فلابد أن أنا قبل ما أخد أي قرار لازم أدرسه الأول، وإذا ما كانش في اتحاد الكورة ناس مهتمة أو دارسة زي المجموعة الأعضاء اللي هم كانوا مش فاضين للاتحاد، كانوا فاضين للميديا، كانوا فاضين لحاجات خاصة، كان مع الشركة هي الفكرة كمان الإعلانية أو غيرها. في نقطة كمان عايز أكد عليها مع حضرتك وأسف للمقاطعة، هو لغى مسابقة 97 والـ98 يعني خلى أول مسابقة سنية في مرحلة الشباب بدءا من مرحلة 99 وإحنا دلوقتي داخلين على أولمبياد طوكيو بالظبط، من 99 ل 2019 إحنا بنتكلم في مرحلة قد إيه؟ 20 سنة. إذا كانت التصفيات اللي جاية تحت 23 سنة انت محتاج انت بالظبط. انا بتكلم عن نقطه كان منتخب الاولمبي هو هيستعد من شهر 11 خلال البطوله اللي هتعمل عشان تصفيات طوكيو 2020، فانا عايز اشوف الجيل ده اللي هو 97 98 فين، والاجيال التي تليه فين. وفي حاجه كانت دلوقتي كمان بتتعمل مهمه جدا وخطيره جدا واتحاد الكوره بعيد كل البعد عنها ولا يلتفت ليها ولا بصص لها خالص، كان في حاجه اسمها بطوله افريقيا للمحليين، بطولة مهمة جدا، بطولة أفريقيا المحليين دي هي اللي بطلعت معظم نجوم أفريقيا اللي هم واجهونا ولعبونا واللي هم احترفوا برا، مصر لا تشارك في هذه البطولة منذ فترات طويلة جدا، يبقى كان فيه غياب رؤية، ما كانش فيه تخطيط داخل اتحاد الكورة، كانت الناس منشغلة بمصالحها الشخصية، ما كانش فيه أي اهتمام بالكرة المصرية على وجه التحديد، ولذلك حصل الفوضى وحصل التخبط وحصل الخسارة، ونحن نتجرع كاس المرارة زي ما بيقولوا في هذه الفترة بسبب هذه الأخطاء وبسبب هذه الفوضى وبسبب اللي الناس اللامسؤولة اللي هي كانت بتدير الاتحاد. فلذلك عشان كده فيه غضبة شديدة من في الشارع المصري من ضرورة محاسبة كل من فعل وكل من أخطأ وكل من ترك مهمته الأساسية اللي هو المفروض مسؤول عنها، والجمعية العمومية جابته قدام الشعب المصري هو لازم يساءل على كل كبيرة وصغيرة وراحت فين. وإحنا شفنا دلوقتي أو لما اتعملت البطولة عندنا كانت في حاجة مهمة جدا يا أستاذ محمد، عندنا إحنا المدير الفني الأجنبي أجيري أو أجيري زي ما بيقولوا عليه أعلى راتب موجود في المديرين المنتخبات، واحد عندنا بياخد 108 ولا 118 ألف يورو، وعندك كل اللي موجود يعني لسه لما تعرضت هتلاقي كل اللي موجود 20-25 20-25. طب الفارق الرهيب في هذا السعر راح فين؟ راح لمين؟ دخل جيوب مين؟ وصل لفين؟
ما دام ده الجهاز الفني فقط. طب وازاي اتعاقد مع واحد بهذا المبلغ الرهيب وهو في سوق المدربين لا يسوى هذا المبلغ؟ برضه يبقى انا حتى احاسب على سوء اتخاذ القرار، لان سوء اتخاذ القرار فساد ادى لاشياء لخطوره الموقف اللي احنا عايشين فيه، اللي احنا موجودين فيه. انك انت تحرمني يا استاذ محمد بعد اذنك، بس اكون موجود بك طرف اخر عشان بس ايه. اتفضل. مثلا ما عندك مثلا هيرفي رونار مدير فني المنتخب المغربي، تمام، بيتقاضى 80,000 دولار، تمام، وخرج من دور ال 16 زي منتخب مصر، تمام، رقم كبير بالمقارنه، تمام، مثلا بمرتب مدرب مدغشقر، تمام، مدرب مدغشقر بياخد 5,000 دولار بالظبط. حتى انا قلت لك حتى على المجموعه اللي هي متوسطه في اللي هي بتاخد 20 و25,000، فازاي انا اتعاقد مع واحد بياخد 108,000 او 118,000؟ طب المبلغ الرهيب ده كله فين؟ المفاوض بتاعي كان مين او كان بيعمل ايه عشان اجي انا بالمبلغ؟ هل هو بس اللي كان موجود ده فتره نهايه كاس عالم وكل المنتخبات خلاص ريحت وكل الناس بتشوف المديرين الفنيين؟ يعني انت مش جاي في وسط موسم زي ما بتقول واخده من فرقه، وبعدين مدرسة كمان ما هيش من المدرسة الأوروبية الكبيرة اللي هي على مستوى أو قوية أو لا، عشان يبالغ في السعر أو يبالغ في السعر ويجي السعر بشكل كبير جدا. طيب الملفات اللي موجودة دلوقتي في اتحاد الكورة، إيه أبرز ملفات لازم يتم العمل عليها في الساعات الجاية؟ لأن الملفات كتير وكبيرة، ملف المدير الفني، ملف المدير الفني للاتحاد، ملف انتخاب مجلس اداره جديد، ملف تعديل في اللائحه عشان عدد الجمعيه العموميه ما يكونش بالكم الكبير اللي موجود دلوقتي، في ملفات كبيره، لكن في نفس الوقت في ملفات محتاجه سرعه ومحتاج انجاز كبير جدا في قراراتها، ملف اختيار لجنه مسابقات، ملف اعداد لائحه شؤون اللاعبين للموسم الجديد، مهم جدا، تحديد فترات القيد في الفتره الجايه بالنسبه للدوري المصري، تحديد القائمه بالنسبه للدوري المصري عشان كل نادي، يعني الاهلي هيخلص ماتش الزمالك بعد اسبوع يوم الاحد الجاي، تمام، طب هل بعد الاحد الجاي هل هيقيد قائمته في السنه الجايه بقائمه 25 ولا 30 ولا 5 تحت السن ولا الخمسه اللي مواليد 97 هيتقيدوا كبار تحت السن ولا الاجانب ولا ده؟ في موضوعات اهم كبيره كتير طبعاً جدا طبعا. واللاعب بالنسبه للاعب شمال افريقي هل هيعتبر ايه او موقفه ايه؟ هل القرار اللي اتقال لطمانينه ده هيتم تنفيذه او لاعب واحد بس هيبقى او غيره او كده؟ طبعا دي ازمه كبيره جدا، دي ملفات لازم تنجز خلال ساعات. هو ما لدي من معلومات ان هيبقى لحد دلوقتي ما لدي من معلومات ان أيوه؟ ان 25 القايمه وخمسه هيبقى من اللي هم مواليد 97 مواليد اللي هم الناشئين لحد دلوقتي، لكن طبعا ده مهم جدا، كل كلام حضرتك قلت عليه ده محتاج يتاخد فيه قرارات مهمه جدا. ثانيا ان انت دلوقتي عندك يعني الموضوع بدل ما هو الجمعيه العموميه تبقى بهذا الكم الرهيب مع احترامي ليها جدا، ده بس الجمعيه العموميه ده القيد بعد اسبوع بالظبط، وانا لغايه دلوقتي ما اعرفش انا هتنازل او هعير مين او مين هقول له شكرا. وبعدين ده الفكره، القرار ده قدامه فلوس، يعني القرار ده مش فكره قرار انت قلت لي 25 فخلاص عيد 25، لا ده قدامها فلوس، يعني انا ساعتها هستغنى عن 10 لعيبه وتعاقداتك، مش ده تعاقدات طبعا، تعاقداتك واللي هيمشي واللي هو جاي ومساحه وقت عشان اقدر استفيد واسوقه طبعا، عشان تقدر انت تاخد وقتك تقدر تسوق او اللعيبه اللي انت جايبها او اللعيبه اللي هي طبعا هتمشي او المعارين او عندك عدد كبير جدا. هو طبعا دي الملفات مهمه جدا انها تيجي ومطلوب ان هي تاخد فيها قرار وبسرعه، ومش عارف مين اللي هياخد فيها القرار. هو دلوقتي سرعه التشكيل المفروض سرعه تشكيل اللجنه بتدير الاتحاد كره، اعتقد من وجهه نظري ان هو طبعا ده لازم يتم. هو طبعا قانون الرياضه الجديد احنا عارفين لما قانون الرياضه الجديد صدر اللي هو 70 لسنه 2017 حدد الامور دي بالنسبه للاتحادات وبالنسبه للانديه. بالنسبه للاتحادات او الانديه هو المدير التنفيذي اللي بيبقى موجود وكان بيعينه مدير مالي في الاتحاد، بالنسبه للنادي بيضاف اليه مدير نشاط رياضي على اساس في العاب رياضيه وفي مشاركات في حاجات من هذا القبيل، لكن بالنسبه طبعا لاتحاد الكوره موقفه وظروفه يعني تزيد حاجه شويه عن الاتحادات اللي هي موجوده عندنا الباقيه، فعشان كده المفروض يبقى فيه سرعه اللي هو سرعه سليم ان هو يبقى فيه لجنه موجوده عشان تدير اتحاد الكوره تصدر القرارات تسير الامور على طول، لانك انت دلوقتي بسبب تاخيرك لماتشات الدوري بعد كاس الامم كل ده احدث هذه المشاكل والازمات اللي هي صدرت للانديه، لان انت دلوقتي عندك النادي الاهلي قدامه حاجات كتير عايز يشتغل فيها وعايز ياخد فيها قرار
وقرار سريع. دلوقتي انت موقفك ايه برضو بالنسبه للقيد؟ اتحاد كوره لازم تقول بالنسبه عشان القيد، عشان انا برضو بالنسبه عندي افريقيا، افريقيا المفروض برضو ادي القايمه بتاعتي واقول القرعه اتعملت، اقول القرعه اتعملت، القرعه اتعملت وتحددت وتحددت. ده انت عندك في اغسطس ماتشات وانت طالع بره 8 وهبال حضرتك 10 9 و10 و11 في الاولى، وانت هتلعب من الجوله الاولى بالظبط، وتضطرنك انت تسافر، يمكن تروح جنوب السودان مثلا ولا حاجه مع ما 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 اول فريق. فكده فالامور دي المفروض يتخذ فيها قرارات، ملفات مهمه جدا، ملفات برضو ساخنه جدا، ضروري تتخذ فيها قرار برضو مطلوب وبسرعه كبيره جدا. طيب بعد الملفات دي ما يتم انجازها، عنده بقى مساحه حوالي اسبوع اتنين يقدر يشكل بقى فيها فكره ان هو يعمل انتخابات ولا مش هيعمل، هيفتح باب الترشيح لمجموعه هتقدر تنزل تدير الاتحاد قبل اولمبياد طوكيو، ولا هيبقى في توافق مع الاتحاد الدولي على لجنه هي اللي هتدير؟ ممكن ايه اللي هيحصل بالظبط؟ ممكن يحصل توافق مع الاتحاد الدولي على في لجنه، وطبعا معظم الناس اللي هتيجي دلوقتي مش هيقول لك ان انا هقعد فتره عشان ادعو الانتخابات، هو على الاقل هيقعد سنه كامله. ده ممكن يتم من خلال توافق ورؤى من خلال اتحاد الكوره، من خلال الجمعيه العموميه، ومن خلال برضو حاجه مهمه جدا، ان انا يعني عندي دلوقتي في الاعداد الانديه او اعداد الجمعيه العموميه، اعضاء الجمعيه العموميه في اتحاد الكوره من انديه وهيئات، العدد كبير جدا في وقت ان انا دلوقتي عندي دلوقتي اهم حاجه عندي المنتخبات الاولى، عندي الدوري اللي هو القسم الاول اللي هي الانديه مثلا اللي هم 18 نادي مثلا، عندي مثلا دوري الممتاز به اللي هو حوالي مثلا 56 نادي او 72 نادي متقسمين على ثلاث مجموعات، على ثلاث مجموعات عندي الناس دي. اعتقد ان دي وجهه نظر ان هم قد يكون دول الاهم في صياغه عمليه المسابقات وصياغه الدوري بتاع المرحله القادمه. المفروض هو ده اللي اعتمد عليه، بدل ما انا طبعا عندي مراكز الشباب اجيب مراكز الشباب ادخلها في موضوع الانديه وفي الانتخابات وبتاع، والاعداد تبقى كبير، دخلنا لنا في 198 ولا في 200 نادي، وهذه والعمليه وسعت بشكل كبير جدا. كلما زادت اعضاء الجمعيه العموميه كلما تقلصت فرص النجاح بشكل يعني كل ما الجمعيه زاد عددها بالزبط. كل ما فرص النجاح بقت اقل، قلت بكتير جدا. فهو المفروض دلوقتي ما دام احنا بنطرح رؤيه جديده وفي استراتيجيه جديده على ان احنا دلوقتي عايزين نبني خطوه لقدام وما نبصش لورا، وكفايه الازمات اللي احنا عشنا فيها، وكفايه ما حدث يعني من خلال اتحاد الكوره اللي هم موجودين وانعكاساته على الشعب المصري اللي كان حزين جدا بان هو يعمل بطوله كبيره على ارضه وسط جمهوره ويطلع بهذا الشكل المهين والمخزي اللي غير متوقع. لا، المفروض ان احنا خلاص يعني النظام دلوقتي مجاملات لابد انها تبقى مرفوضه، والهدف دلوقتي الكره المصريه تسير بشكل قوي ومحترم، وعندنا قامات كتيره جدا وعندنا شخصيات كبيره جدا، وممكن من خلال التوافق او خلال للجنه مثلا تقعد لحد مثلا ممكن 2020 لحد اولمبياد طوكيو تجرى انتخابات، ولكن تبقى الامور واضحه وتبقى الامور مظبوطه، ويبقى عندنا لجان او انديه المحترفين، وزي الرؤيه يعني المهمه جدا والكبيره واللي هو طرحها برضو الكابتن محمود الخطيب بالنسبه في اجتماع لجنه الانديه والمسابقات في الاتحاد الافريقي. برضو لما طرح الكابتن الخطيب الرؤيه دي كان مهمه جدا، ان هي طرح رؤيه من خلال المسابقات والرؤيه على مستوى افريقيا وعلى مستوى الانديه كلها بشكل عام. ليه احنا ما نستعينش بالخبرات وبالكفاءات وبالقيادات والشخصيات الرياضيه الكبيره اللي موجوده عندنا في ان هي تقول بالزبط. وجهه نظرها لخدمه، مش مساله ان انا بقول كده عشان بخدم الاهلي، لا يا جماعه انا بخدم الكره المصريه وبخدم كل الانديه المصريه. هو الاتحاد الافريقي نفسه لما حب يتكلم في مسابقات الانديه الافريقيه وحضر 15 رئيس نادي الاتحاد بالزبط. كان الكابتن محمود الخطيب بيمثل مصر وبيمثل النادي الاهلي في هذا الاجتماع، وبيتكلم عن كمان رؤيه النادي الاهلي للمسابقات الافريقيه، وازاي كمان نستفيد من ان احنا نطور الملاعب الافريقيه، لان كمان في جزئيه مهمه يا استاذ عبد اللطيف انت بتتكلم فيها والكابتن الخطيب اتكلم فيها في الاجتماع مع اعضاء الاتحاد الافريقي، وهم حتى طلعوا صرحوا اكدوا على الكلام ده. بالزبط. الاهلي او في كابتن الخطيب في هذا الاجتماع راح في فكره
ان كمان الملاعب اللي ممكن الانديه بتلعب عليها لسه في ملاعب في افريقيا نجيل صناعي. بالظبط بالظبط. دلوقتي انت ممكن الاتحاد الافريقي بالموارد الكبيره مع ان الاتحادات الاهليه ليها دور طبعا. يتم الدمج في فكره الملاعب ما بين نجيل صناعي مع نجيل طبيعي. مباراه لو في منطقه نائيه يتم الاتفاق انها تلعب في العاصمه بدل مباراه تتلعب بالنهار ممكن تتم الاتفاق على مواعيد بالليل. كل ده بيزيد الحر الشديد جدا. كل ده بيزيد البطوله فنيا. شفنا في ملاعب في انديه كثيره جدا ملاعب سيئه جدا النهار, وبيبقى في افريقيا الماتشات طبعا خلال الصيف بتبقى درجه حراره كبيره شديده جدا. فانا بقول ان في مثلا زي الكابتن الخطيب او كان بيمثل مصر وضمن 15 نادي على مستوى قاره افريقيا فيه رؤيه مهمه جدا طرحها, حاجه مشرفه جدا بالنسبه لمصر ان في هذه الرؤيه وهذه وجهه النظر. احنا ليه ما نستفيدش ليه من رؤيه الكبار والشخصيات الكبيره والاراء المختلفه واحنا نستفيد؟ احنا اولى ان احنا نستفيد. انا عايز اقول ان احنا يعني بس مساله ان احنا نبص بقى لا ده الاهلي علشان مش عارف ايه ونقعد نقول مش عارف ايه, لا يا جماعه الكلام ده كله والتصريحات الناريه اللي بتطلع والكلام اللي هو ملوش لازمه ده مش هيخلينا نتقدم لقدام. احنا دلوقتي عايزين نتقدم للامام بالعمل بالفكر بالرؤيه مش بالتصريحات والحنجوريه والكلام اللي هو موجود ده. خلاص احنا المفروض احنا دوله كبيره وخطينا مرحله مهمه جدا خلال هذه الفتره, فالمطلوب ان احنا دلوقتي لا لازم يبقى في العقل والرؤيه والفكر هو ده اللي هو موجود المفروض ان احنا لازم نسير عليه لمصلحه بلدنا. اكيد. طيب في جزئيات تانية مهمه واحنا بنتكلم في هذه الجزئيات في المرحله القادمه. طيب النهارده في اكتر من تصريح متعلق بالمباريات القادمه في الدوري, هنرجع للشان المحلي من تاني. اتفضل. مباراه القمه هيديرها حكام اجانب, بتفضل يكون حكم اوروبي ولا حكم من امريكا اللاتينيه؟ لان عندي تصريح النهارده امريكا اللاتينيه احتمال يكون من امريكا اللاتينيه. اه بالظبط كده. ايضا فكره ان المباراه على استاد برج العرب وبدون حضور جمهور تطبيقا لمبدا تكافؤ الفرص, لان مباراه الدور الاول كانت بدون حضور جمهور. المشهد ده اتمنى يكون هو مشهد الختام والنهايه ما يتكررش تاني. صحيح. تعليقك على الخبرين او الموضوعين دول؟ هو عايز اقول لحضرتك حاجه, حتى انا لو نفسي اقول حكام وحتى التصفيات مفيش تصفيات مفيش مباريات دوليه. بس لما تجيب حكم كبير برضه ليه خبره زي حكام اوروبا برضه مش هيستعصى عليه. ممكن يفاجئنا من افريقيا؟ طيب لا ما اعتقدش انه ممكن يجيب من افريقيا, لان ممكن يعني انت عارف لما يبقى في حكم اوروبا او من امريكا الجنوبيه برضه هيدي تخلي اللعيبه كده برضه فيه نوع من الانضباط,
لكن لما تلاقي حكم مثلا من شمال افريقيا ولا حاجه شافوا كتير وحكم قدامه كتير بالظبط فممكن يحصل مشاكل. فاللي احنا طالبين ان هو طبعا نهايه موسم نختم نهايه موسم ختام محترم قدام الناس كلها وقدام العالم اللي هيشوفنا على القنوات وخلاص نقفل ملف هذا الموسم بقى عشان تعبنا فعلا كلنا. طب ليه طب اقول لك على حاجه ليه نقول مشاكل طب ما بالعكس ما نختم المسابقه بشكل حضاري يعني مثلا يتعمل ممر شرفي يتسلم الدرع في استاد برج العرب مش ده اخر مباراه المفروض ويكون يتحدد خلاص بطل الدوري سواء طبعًا. في المباراه او قبل المباراه صحيح ليه ما يتسلمش درع الدوري في المباراه يا ريت ده شيء رائع وفكره رائعه جدا ولاعيبه الاهلي او لاعيبه الزمالك هم مع بعض في المنتخب واصدقاء وزملاء وكده لكن اتحدد بطل الدوري بعد المقاولين لكن هل اهلا وسهلا دي فكره رائعه جدا لكن هل احنا ممكن يعني نقدر نكسر كل القيود اللي احنا شايفين هدية وكل التعليمات اللي بتيجي وبتسخن اللعيبة وفي ناس للأسف زملاء نقاد بيسخنوا في الكلام وبيعملوا خلينا احنا ايجابيين هل الكلام ده ممكن يحصل استاذ عبد اللطيف حضرتك صحفي خطوة مهمة جدا حضرتك صحفي كبير وناقد رياضي كبير وخلينا ايجابيين ندي مشهد مثالي حضاري وجميل في ختام المسابقة ومشهد حضاري للكرة المصرية نبني عليه للموسم اللي جاي بالظبط ده نبني الموسم اللي جاي مش بعيد على فكره بالظبط ده خلاص نبني عليه الموسم اللي جاي مفيش شهر ويبدا الموسم اللي جاي بالظبط اتمنى ذلك وجهه نظر فعلا ورؤيه وفكره جميله جدا تقدم اتحاد الكوره ولكن ده هيبقى نابع من خلال ناديين كبار الاهلي والزمالك هو الاتحاد اللي بينظم الاتحاد المنظم لكن هو طبعا لابد ان ده يعني فكره جميله جدا أنا نفسي ان يحصل اخر مره شفت فيها تسليم الدرع في الملعب امتى لا من فترة طويلة جدا أنا ما شفتهاش خالص ده من فترة طويلة جدا كان بيحصل زمان حاجات جميلة وكده نتمنى أن دي تبقى موجودة في ملاعبنا ونختتم هذا الموسم بشكل حضاري جميل بهذا الأداء واللي يكسب يتقال له مبروك واللي خسر هارد لك لأن كل الإسكان بين الأهل والزمالك فرقتين كافحوا بشكل كبير جدا لغاية آخر نفس في هذا الدوري فهو مبروك جدا 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 للفايز ان شاء الله نقول له مبروك من كل قلبنا ونقول للفريق الثاني انت بذلت مجهود كبير جدا 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 برضو مبروك على ادائك وانك انت كافحت لاخر نفس على انك انت حاولت تفوز والمركز الثاني يعني ما هوش وحش يعني طيب واحنا بنختم بقى حوارنا عايز اقول لك بطل الدوري اكيد بيبقى ليه مزايا او ليه بياخد مميزات في البطولات الافريقيه الوصيف ممكن يكون عنده مميزات بس اقل درجة أو أقل درجتين تمام. الغريب بقى إن ثالث الدوري السنة دي هو الأكثر حظاً من الأندية الأربعة اللي هتلعب في البطولات الإفريقية هل تتخيل ده إن بعد ما أجريت مراسم قرعة البطولة الإفريقية لمسابقة دوري الأبطال والكونفدرالية بطل الدوري والوصيف هيلعبوا تمهيدي ثالث الدوري اللي هيلعب كونفدرالية هيلعب من دور ال 32 صحيح رابع الدوري هيلعب تمهيدي صحيح لكن ثالث الدوري تخيل ممكن يكون الزمالك او بيراميدز حتى هذه اللحظه لم يتحدد مين صاحب المركز الثالث لان على الورق قدامي دلوقتي بيراميدز في المركز الثاني ممكن يلعب دوري ابطال والزمالك 69 والزمالك حتى لو تعادل مع الاسماعيلي بيراميدز هو الثاني نتيجه المواجهات المباشره لما اتعمل القرعه ما اتقالش الانديه واتقال الاول هيلاعب مثلا فريق يطلع بره اللي هو بطل جنوب السودان والوصيف هيلاعب الفريق الثاني ما هو في نقطه عايز اوضحها للمشاهدين يا استاذ عبد اللطيف ليه المره دي اسماء الانديه المصريه ما اتحطتش زي ما كنا متوقعين قبل كده لان المره دي ما كانش فيه تصنيف بالزبط. لان بالفعل تم استبعاد بس او اعفاء ثلاث انديه بالزبط. من الدور التمهيدي الترجي والوداد ومازيمبي بالزبط. فبالتالي باقي الانديه كلها بقى تصنيفها زي بعض هتلعب تمهيدي عشان كده ده كان فيه سهوله على الاتحاد الافريقي طالما ما جاتلوش اسماء الانديه المصريه فحط رقم واحد ورقم اثنين لكن لو كان تم تحديد خمس ست انديه زي كل مره ما كانش عندهم كان يبقى عندهم ازمه مين هو بطل الدوري المصري هل اهلي ولا زمالك لان لو اهلي مش هيلعب تمهيدي لو زمالك كان ممكن او ممكن لا فهنا كانت فيها مشكله لكن هم الثلاثه اللي هم تم الاتحاد الافريقي اختارهم هو قال ان انا اخترت الثلاثه دول بناء على تصنيف اخر خمس سنين فعشان كده هو طلع مازيمبي والوداد والترجي والانديه الثانيه تشارك في من ال 64 وده كان طبعا بالنسبه للاهلي والزمالك طبعا فريقين كبيرين وليهم في افريقيا طبعا لا والانديه اللي شاركت كمان قليله يا استاذ عبد اللطيف ليه بقى؟
لان الانديه اللي هتشارك في الدور التمهيدي بما فيهم الاهلي والزمالك مثلا هم اللي هيلعبوا دوري ابطال 58 نادي. الاول كان بيشارك ما يقرب من حوالي 64 كتير نادي جدا. كتير فكانوا جدا. بيلعبوا مباريات تمهيديه كتير جدا لغايه لما بيصفوهم مع خمس فرق او ست فرق الكبار اللي هو مثلا الاهلي الترجي النجم الساحلي الوداد مازيمبي. فده اللي خلى المره دي ان بطل الدوري والوصيف هيلعبوا تمهيدي، ثالث الدوري هيلعب كونفدراليه من دور ال 32 لان في الانديه اللي هيتم اعفائها من الدور التمهيدي حوالي 11 نادي عكس دوري الابطال. 11 نادي هيتم اعفائهم من دور ال 32 من ضمنهم الصفاقس التونسي وكمان نهضه بركان المغربي، حصانيه اغادير المغربي، سان بيدرو بطل كوت ديفوار، زناكو بطل زامبيا، دوغوليبا بطل مالي مع ثالث الدوري المصري. تمام. هو برضو الاتحاد الافريقي كان خد قرارات في الاجتماع اللي هو عمله على ان دي في حاجه برضو مهمه جدا على ان الكونفدراليه اللي هو اللي هم البطوله الجايه البطوله اللي جايه البطل والوصيف برضو هيطلعوا يشاركوا في ابطال افريقيا. دي برضو كويسه جدا جدا بغض النظر عن مركزهم في الدوري الموسم اللي قادم. لا بغض النظر ما هو علاقته مش بالدوري. هيبقى بالدوري المحلي، علاقته بالبطوله الافريقيه في الكونفدراليه اول ثاني هيشاركوا على طول، هيدخلوا على طول. فده ممكن طبعا احنا ممكن نلاقي طبعا انديه مصريه كتير في دوري الابطال يعني ده حاجه كويسه جدا. مثلا لو شارك من مصر وبيراميدز في الكونفدراليه وفاز بالبطوله وكان وصيف مثلا فاز ممكن البطوله اللي بعدها يشارك في دوري الابطال مع الناديين الموسم اللي بعده. هو ده على الموسم اللي جاي القادم لما يوصل نهائي سواء فاز او طلع مركز ثاني الموسم اللي بعد منه اللي هو 2021 هيدخل هو يشارك في ابطال دوري على طول بغض النظر عن مكانه او ترتيبه في جدول المسابقه. ممكن تلاقي ثلاث فرق او اربع فرق مصريه بيلعبوا في دوري الابطال وده حصل في فتره كمان المغاربه والتوانسه اكتر. حاجه تبقى كويسه جدا. اكيد شايف الاتحاد الافريقي بيحاول يقرب شويه من نظام الكره في اوروبا بالظبط، دوري ابطال اوروبا بالظبط بطل الدوري الاوروبي لو لعب وفاز بالظبط. وعشان كده برضو الاحتمال اللي هو النهائي ابطال افريقيا بعد الاحداث اللي حصلت بين الترجي والوداد خلاص في قرار وفي مباراه واحده برضه زي ابطال اوروبا مباراه واحده لما بيوصلوا في دوله بتختار هذا المكان مثلا زي ما شفنا ليفربول وراحوا لعبوا مثلا في مشهد ليفربول في ملعب اتلتيكو مدريد. ليفربول لو انتقل في اي مكان الملعب هيتملي مش شرط يكونوا حتى جماهير انجليزيه او جماهير النادي في انجلترا، لكن في افريقيا يعني انا عندي مثال الناس ناسياه. فاكر السوبر الافريقي اللي اتلعب على هامش اليوبيل الذهبي للبطوله الاتحاد الافريقي في اثيوبيا؟ كانت مباراه السوبر الافريقي بين الاهلي والنجم الساحلي بالظبط واتلعبت في اثيوبيا في درجه حراره ورطوبه ونقص اكسجين غير طبيعيه. كانت مباراه واحده وقال لك نلعب في اثيوبيا لان اثيوبيا من الدول المنظمه او الناشئه الاتحاد الافريقي في من خلالها. المباراه ما كانش فيها اكتر من حوالي 1000 مشجع. ماذا لو اقيمت مباراه دوري ابطال افريقيا النهائي بالكم الحضور الجماهيري بوسائل الاعلام في دوله مثلا يعني مثلا يعني الفرقتين مثلا من شمال افريقيا الاهلي والترجي، الاهلي والوداد، الوداد والترجي، والماتش في جنوب افريقيا والملعب بيسع 60,000، هل هيتملي؟ لا زي ما بيحصل في اوروبا؟ لا اعتقد ان احنا يعني الماتشات اللي هي جايه دلوقتي يعني مصر مهيئه بعد البنيه الاساسيه الكبيره في الملاعب اللي هي شفناها مع كاس الامم مهيئه انها استضافت احداث رياضيه كبيره جدا وماتشات مهمه جدا بالنسبه ممكن انت نهائي اوروبا ممكن تلاقيه في مصر. لا انا بتكلم على نهائي افريقيا. لا نهائي اوروبا لو طلع مصر الملعب هيتملي 80,000 متفرج ده ما فيهاش نقاش طبعا. لا انا بتكلم على نهائي دوري ابطال افريقيا السنه الجايه. لجنة تنفيذية قالت هيبقى مباراة واحدة وهتتلعب في دولة هنختارها قبل انطلاق البطولة بالظبط. طب ماذا لو ان النهائي مثلا الاهلي والترجي والاهلي والوداد والمباراة في جنوب افريقيا؟ ان شاء الله ده ممكن يحصل. طب تتوقع الملعب هيتملي يعني زي ما بيحصل في اوروبا ولا وجهة نظرك يا استاذ عبد اللطيف؟ على حسب الدولة اللي هي هتقام فيها هذه المباراة. ما هي مش هتبقى نفس الدولة كل سنة؟ مش نفس الدولة كل مرة لكن انت لا اعتقد ان مش هيبقى طبعا الجماهيريه بشكل كبير جدا يعني. هو الفاينل لو في مصر هيبقى حلو طبعا بس مش كل سنه في مصر. لا طبعا ما هو كل سنه هو هيختار ملعب تاني دوله تانيه لازم يعمل عمليه تدوير وكل شويه يعمل بطولاته في ملعب تاني اكيد. فطبعا اعتقد ان هو طبعا في مصر هيبقى جماهيريه كبيره جدا. برضو شمال افريقيا عندها جماهيريه كبيره جدا لكن طبعا لو انت رحت افريقيا وكده على حسب يعني احنا هنروح نلعب مثلا زمان رحنا القطن الكاميروني فانت شفت الملعب نظامه ايه والدنيا ايه فطبعا لا هيختار ملاعب العاصمه يعني ما اعتقدش انه هيروح للمناطق النائيه لكن برضو في افريقيا برضو فيه ناس يعني في ناس عندها جماهيريه مثلا زي مازيمبي يعني مازيمبي برضو عنده جماهيريه كبيره بس جدا بس مازيمبي لما بيجي يلعب في القاهره مثلا بيحضر قد ايه؟
لا دي توقف على مصر بقى وعلى بيحضر الجاليه الكونغوليه اللي عايشه في مصر او مثلا وجات جماهير من بره. ما انت بقى مهمتك هنا لو تعمل حاجه كبيره زي كده في مصر ان الجمهور المصري بقى لابد ان هو احنا بقى العقليه بقى بدات تتغير. طب السنه الثانيه لو تعمل في دوله ثانيه انا عايز اروح بس للفكره انا عايز اتناول الفكره. هو الاتحاد الافريقي عنده فكره معينه هو عايز يطبق كده عايز يعمل زي اوروبا. هو عايز يبعد عن فكره الذهاب والاياب عشان اللي حصل في ماتش الذهاب والاياب. ماشي ماشي بس ماتش واحد فماتش واحد هو عايز يعمله في دوله محايده يعني مثلا الوداد والترجي عايز يعمله في دوله محايده دي سهله بالنسبه له ممكن يعملها في مصر هيلاقي جماهيريه وهيلاقي مستوى وهيلاقي ملاعب وهيلاقي استادات هيلاقي حاجات فخمه كبيره جدا. حاله اقتصاديه للجماهير في افريقيا غير اوروبا بالظبط. فاتمنى الفكره تنجح بس مش عارف حاسس ان هي مش هتلقى القبول لما نشوف الفريقين اللي هيوصلوا فاينل والمكان اللي هيتلعب فيه. هو ممكن يتراجع بقى في فكرته بقى لو لا قرار خلاص لا بعد كده يعني بعد كده لما هيجربها مثلا موسم 2 لكن هو ممكن يلاقيها حتى هو لان الاتحاد الافريقي خلال الفتره الاخيره وخلال عملهم انهم هم بيجروا دلوقتي برضه بيبحثوا على الاموال وعلى الفلوس وعلى ان هو طبعا اكيد يكسب من وراء المنافسات اللي هو بيعملها. استاذ عبد اللطيف اسماعيل الناقد الرياضي باخبار رياضه انا بشكرك شكرا جزيلا على كل هذه الاخبار والاطلاله على كل هذه المعلومات والتحليلات الرياضيه. اتمنى يا رب التوفيق بقى للكره المصريه ونشوف دوري منتظم يا رب في الفتره الجايه ان شاء الله ونحتفل بفوز الاهلي ان شاء الله في الدوري احنا بالنسبه لنا على المستوى الشخصي خلال الايام القادمه ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله بشكرك شكر جزيل جدا ولكل الساده المشاهدين. شكرا جزيلا استاذ عبد اللطيف شكرا جزيلا. كانت اطلاله مهمه جدا مع احد النقاد الرياضيين الكبار الاستاذ عبد اللطيف اسماعيل الناقد الرياضي في اخبار الرياضه وتحليل يعني متعلق بالكرة المصرية وما كتب في الصحف والمواقع خلال الفترة الأخيرة ورؤية النقد الرياضي على الصحافة الرياضية فيما يتعلق بالأحداث الرياضية ورؤيتها وتحليلها في الأحداث التي تجرى خلال الفترة الأخيرة. نشكركم بالتأكيد على حسن المتابعة والمشاهدة ونلتقي على خير بإذن الله في حلقات أخرى قادمة وإلى اللقاء.